صافي والله ما كانت نفس معاهم انايا ان المغرب تفوق على مصر في السياحه هذا النصف الاول من 2024 كاع ما مسوق انا هذا الشيء هذا مع بور موا سي ريان دي تو. يا صديقي كما قال لي احدهم راى في منامه ستبون يركب حصانا ابيضا ويشق طريقه بسرعه نحو الجنه فلما وصل الى باب الجنه وقد فتح له واذ بهم يدخلون الحصان ويطردون ستبون بسرعه. زوينه هادي هادي زوينه هادي فلسطيني كيبغي بلادو مخاوم تركي كيبغي بلادو وطن مصر كيبغي بلادو راجل فرنسي كيبغي بلادو تستاهل امريكاني كيبغي بلادو عنده الحق شيني كيبغي بلادو واعر مغربي كيبغي بلادو طبال مخزني عياشي مرايقي هادي بصح هادي عجبتني انايا والله الا بصح والله والله يا خويا بصح ها فلسطيني كيبغي بلادو مخاوم تركي كيبغي بلادو وطني مصر كيبغي بلادو راجل فرنسي كيبغي بلادو تستاهل امريكاني كيبغي بلادو عنده الحق شينو كيبغي بلادو واعر مغربي كيبغي بلادو طبال مخزني عياشي مرايقي هادي واعره هادي هادي واعره عيد هادي واعره هادي عندك واعره اخي فلسطيني كيبغي بلادو مخاوم تركي كيبغي بلادو وطني مصر كيبغي بلادو راجل فرنسي كيبغي بلادو تستاهل امريكاني كيبغي بلادو عنده الحق شيني كيبغي بلادو واعر مغربي كيبغي بلادو طبال مخزني عياشي مرايقي سمعتي اش قال لك شينو يبغي بلادو فلسطيني كيبغي بلادو مخاوم تركي كيبغي بلادو وطني مصر كيبغي بلادو راجل فرنسي كيبغي بلادو تستاهل امريكاني كيبغي بلادو عنده الحق شيني كيبغي بلادو واعر مغربي كيبغي بلادو طبال مخزني عياشي مرايقي فلسطيني كيبغي بلادو مخاوم تركي كيبغي بلادو وطني مصر كيبغي بلادو راجل فرنسي كيبغي بلادو تستاهل امريكاني كيبغي بلادو عنده الحق شيني كيبغي بلادو واعر مغربي كيبغي بلادو طبال مخزني عياشي مرايقي شتيش هذاك اللي قال لك كاع الا قلتي المغرب اولا راك ولد الحرام واكبر ولد الحرام هذه المزرة ساهله قالوا لك مرايقي وطبال وعياشي ومخزني انك تبغي بلادك واحد راه قال لك اللي قال المغرب اولا ايوا دابا هاد الناس من دوم عام دومير الحمير خصنا نشوفوا هاد الناس ديالنا اللي هازين الاعلام ديال ايران والرايات ديال حزب الله والصورة ديال حسن تيروريست شو الناس كيفاش كيضربوا قضية ماشي ديالهم غادي ينجهلوا عليها قضية لا تهمهم وليست لهم أهمية إلا هم أنهم يستنزفون اقتصاد المغرب وغضب المغرب ويقسمون المغرب كيف ما يرانون ويجوعون المغاربة اقتصاديا اللي عندنا هم يراهنون على فقر المغرب إفقار المغرب ودفع المغاربة إلى الثورة الثورة الجيع كما كيقولوا هما وهذه الخطة قديمة للجزائر دائما تحاول استنزاف اقتصاد المغرب حتى ينخفض الإنتاج وتفتقر والدولة تفتقر وتؤثر على القدرة الشرائية وانعدام مناصب الشغل والشعب يولي يطور ويطور على الآخر ويطور على منين الهدف ديالهم إسقاط الملكية وكيحلموا بها راه قال حتى تبون حلم بها وناس كتهز الصور ديال حسن نصر الله تو وهزو كنقولوا الدولة داخلة في القضية ولكن ما خصهمش يقبلوها ما خصهمش يقبلوا بحال هذه القضية لأن الطريقة ما خداماش والدليل على أن الدولة عارفة اش كدير لو كان كانوا المستثمرين يخافوا من هذا الشيء اللي شافوه هذه الوقفات الهمجية هذه الوقفات التي في القضية غير مغربية قضية إيرانية 100% ها هو المغرب جميع الدول الأوروبية بغات تدير ما استصعدتش وما قبلتش ورفضت الحكم ديال المحكمة العدل الأوروبية وقرروا على أنهم المغرب شريك استراتيجي حتى أن بوريطا قال غادي نمضيو عقود الصيد البحري تحت شروط مغربية تغيير الشروط المغرب ولا فوق الجميع هنا أتنا تعرف أن الخرجة اللي خرجوها ما مشكوك فيها الخرجة اللي مشكوك فيها ومنظمة بدون ضحايا
وجميع المدن المغرب مساهمين فيها، ولكن والهزان ديال الصوره ديال نصر الله نصر الله ما عرفت انا. المهم بانت لي مشكوكه، لانه كانت فريمون فعلا خارجه، كان هناك هذا الشيء الناس تحس بالخطر، ولكن هناك خبايا في هذه القضيه هذه اللي خرجوا بالالاف، ربما اكثر من 100,000 و 300 و 400 و ربما مليون اللي خرجوا. ربما انا كنشك ربما كانت من اعاز من السلطه او الدوله او النظام، وربما كان قس كبير فيها منظم ومهيئ، ولانهم بيان كونترولي وتم تغطيتهم من طرف الاعلام الرسمي المغربي. ولكن اللي ما دخلتليش راسي هو الهزان ديال الصوره ديال حسن تيروريست وديال الاعلام ديال جنوب افريقيا. ورغم ذلك والعالم كله شاف وما خافوش وزادوا المستثمرين. المغرب راه حقق 7 كذا مليار ديال المداخيل، فات بشويه، فات مصر بشويه، ولكن ماشي بزاف بزاف. بلاتي نحيدوا الموسيقى ونقول لكم شحال. النصف الاول من 2024 نقول لكم شحال دار المغرب. المغرب دار 7 وشي حاجة، ومصر قل منه تقريبا 7، ونهاية المغرب شي 7.5. المغرب تفوق على مصر، ما عمرها كانت في التاريخ المغرب تفوق على مصر في السياحة، وهذه لأول مرة كنشوفوها. ولا حتى هذه بالنسبة للحوز، هذه باش نفكروهم اللي قال لك إذا سألوكم على الحوز، ها هو الحوز، لا دخل شي قارة قيرو يكومونتي، ها هو ذا الحوز كيتبنى مودرن مضاد للزلزال، معايير مضادة للزلزال، هذا الحوز كيتبنى. وأنا غادي الأشغال غاديين مزيان، سرعة متوالية شرعة، وكيفينيوه بالبيتون أرمي والحديد الغليظ وداك الشيء، وكي كيساليوه كيديروا ليه المرطوب بالطين. هو راه مبني بالسيما والبيتون ارمي والحديد سولو نو نورم اونتي سيسميك، ولكن هادشي كيشوفوا بيفينيو بالطين. شوف كيفينيو بالطين، لان خصهم يخليو المظهر الحقيقي للمنطقه. ها راه خدام الحوز خدام، راهم كيبنيو فيه. بومرداس هو اللي راه باقي، ها انت شتي الضاله، تبان لك الضالة بالبيتون ارمي بالفيرون ديال بصح. ما كاينين الحديد ديال 14 وديال 20. هذا شوف لي نور اونتي نوفيل فيل راه تطلع في الحوز، ها انت الفينيسيون المرطوب بالتراب احمر، ها هو التراب شتيه تيسالي، ويضربوا المرطوب بالسيما ويقادوا يطلعوا الضالة على احسن ما يرام. ها انت شتي هذيك مفينية بالتراب، واللي يشوفها يقول لك بلاد الطوب، راه ماشي بلاد الطوب، هذا الجن هذا ما عندهم يخرج. هذا اللي قال لك الحوز الميكروب. المغرب دار 7.4، المغرب 7.4 مليون سائح، 7.4 مليون سائح. مصر دارت 7.063 سائح النصف الاول من 2024، وتونس ما بيهاش دارت 4 مليون سائح. المغرب 7.4، مصر 7.069، 4.6 مليون، وتونس دارت 4، والجزائر دارت 0 سائح. وهنايا كيروجو ان كل تضامن بعد الناس كيعرفوا الحقيقه. على زياش كيدوروها على انه تم ابعاده من الفريق الوطني، وكل التضامن كيتضامنوا غير مع شي حاجه، كيتضامنوا غير مع شي حاجه اللي هي لا معنى لها. ما كيتضامنوش مع الناس اللي تقتلوا في السعوديه، ما كيتضامنوش مع المغرب، ما كيحتجوش على الجزائر اللي محركه كاع الدبلوماسيه ديالها ضد المغرب، ركشتوا الحرب
شتيها الحرب المسعوره اللي دايرينها في الامم المتحده، داو حومير وداو الناطق وجاو داو سيده رئيسه الجمعيه الوطنيه الجزائريه للاتحاد النسائي ولا النسوي، ناض تهضر على النساء ديال على بوليزاريو وتكريتيكي في المغرب، ما هضرش على نساء الجزائر المغتصبات المختطفات المعذبات والمقهورات والحراقات. والمغاربه كيقلبوا غير على شي حاجه، ان عكسنا قال لك نضامنوا مع زياش، قال لك نضامنوا مع هانيه، نضامنوا مع نصر نصر الشيطان. ما فهمتش اخويا انا، جيني با كومبخي لي ماروكان. العالم كله القضية ديالهم كيكونوا مضاربين مع شي دولة كيكونوا اونغار كيتعبؤوا كاملين، حنا في حرب ضد الجزائر، فرض علينا حرب نورمالمون التعبئة تامة وكاملة وبالإجماع. ساعات شي راه ما كاينش عندنا في المغرب، سمعتي؟ إيوا الناس باغيين يروجوا حتى اللعاب، لبسوا التوني ديالو وخرجوا به في الوقفات، تباع التوني ديالو وصل 200 درهم، داك السواقي ديال 50 درهم ودير 40 درهم ولا يدير 200 درهم، وما كاينش كيلبسوا النمره ديال زياش باش يقول لك زعما متضامنين مع كذبش عليك انا شي مغاربه ما فهمتش انا هاد المغاربه علاش ما عندهمش. المغرب راه خص المغرب يخصو يدير لهم واحد الميساج، خص الوزارات خص المسؤولين يقولوا لهاد الشعب المغيب، يقولوا ما ودي حنا في حرب، خصهم يعترفوا اننا في حرب، ولا كانوا كيفهموا راه قال اخنوش وقف وقف اطلاق النار، يعني انا حنا في حرب، اطلاق النار الفعلي واطلاق النار الدبلوماسي ديال الجزائر. الجزائر ليس لها اي حق في هذا الشيء، ومعبأة كاع المواطنين، اي جزائري معبأ ضد المغرب في قضية الصحراء، ولكن ليس اي مغربي معبأ ضد الجزائر، وهذا هو الديفو ديالنا. عندنا القواويد، القواويد ماشي مجموع قائد، الذي يقوض نفسه هو يقوض ورائه من المغاربه، اللي يحسب راسه انه رجوله انه يعاكس النظام المغربي ويعاكس الاراده الشعبيه. علاش؟ لانه يناصر العربوشيين ويناصر الايرانيين ويناصروا، هذا كنسميوهم لي لاشي لي تخيت. وكاع اللي كيقول لك زياش وناصر زياش عرفوا باللي ما عنده عارض لا بالكره لا والو، ان عكسنا حارو مارو ما يعيشوا ما يخليوا لي يعيش، بحالهم بحال الجزائر ما عاشت ما خلات لي يعيش. ايوا غلطة سراي، غلطة سراي ما عيطتش ما كونفوكاتش زياش، الي بليسي. وزياش راه ماشي ما داير، زياش ماشي هو، سمعتي؟ زياش ماشي هو القوات المسلحه الملكيه اللي ترابط في الصمته، الصمته عرفتي لا سانتيغ، لا سانتيغ باش ما وصلك حتى واحد هنا، لا سانتيغ هي دي ماروكان، هي القوات المسلحه الملكيه، وفي قبه لي ناسيون زيني هي الاسود واللابؤه اللي كيدافعوا عليك، وانت خابطها بنعسه وراك داو تمونجي وما قدمت والو لهاد البلاد، وناض تغوت انت دائما ضد بلادك، سمعتي؟ اش من رجوله، اش من رجوله؟ لا دابا اللي بغى بلادو ماشي راجل، واللي بغى فلسطين هو اللي راجل، هذا هو التفسير ديالكم عندكم انتوما. هادو راه زكارات، هادو غير زكارات، هادو غير زكارات باش يقتلوا الروح الوطنيه في المغاربه. ايوا حنا اللي كنقولوها ما راهش تطبق، سمعتي؟ احنا everything is fine everything is good. لا ارى الافارقه مشاو غير لا كاروتير ديال الرباط، عده اشرطه على لا كاروتير. شوف شو السفيره اش كتقول. معتبرا ذلك انزلاق خطير يستدعي التصحيح، وفي توضيح موجه لمديري النشري اكد السفير الجزائري انه كان من الاحرى بقسم تحرير الاسبوعيه من باب اعلام قضائها ومن اجل مصداقيتها التحقق من المعلومات المذكوره قبل الخوض. الله اكبر، النظام الجزائري يتقلق على السياده. جريده لو بوان تكلمت على جمهوريه تندوف وانه اقليم تحت سياده جبهه البوليساريو. النظام الجزائري خرج وكذب القضية هذه، كذب.
دابا ونترعض وكل شيء. حتى لهنا انسان يقول لك اوكي، يقول لك انتم راكم تقولوا جمهوريه تندوف، هاو النظام الجزائري يكذب هذا الموضوع. النظام الجزائري يكذب. انا قلت اول شيء نعملوا جوله خفيفه في احدى المناطق اللي هي تندوف، اللي النظام الجزائري يقول لك انها ليست جمهوريه تندوف كما قالت جريده لو بوان الفرنسيه، يقول لك بانها اراضي تحت السياده الجزائريه. الله يبارك، نشوفوا شوفوا شوفوا السياده. هنا راكم تشوفوا، هنا بالضبط رانا في وزاره الدفاع. تندوف راه غير تندوف، تندوف ولات هي الجمهوريه الصحراويه. والسفيرة الأمريكية قالت لهم ودي بالنسبة للولايات المتحدة قضية الصحراء المغربية هي حقيقة تاريخية ما يبغي يغيرها لا بايدن ولا غير بايدن ولا شي حاجة، حقيقة تاريخية لا يمكن تغييرها. أنا بغيت غير نعرف هنايا هاد الشمايل ديال القراقيرون اللي طالعين هنا يسبوا ومدخلين خراهم في الصحراء المغربية، المغرب ما مديرونجيهم ما طلب منهم والو، متالبيننا في ليغين بانوا في لي ريزو يطلعوا يجريو يبقاو يدويو كتاكلهم. هاد النقوشه ما كيتفكوش مع القنوات ديالنا، ما خلاو حتى واحد موزعين. بغيت غير نعرفهم شحال كيعطيوهم، الدينار ما كيسوى والو، ها الخريه ما كتبغيش تمسحها بالدينار، تقول لك لا ما تمسحنيش بالدينار الجزائري، مسحني بابي جينيك. كيتسول الخريه تقول لي علاش، تقول لك البابي جينيك غلا من الدينار، والدينار الجزائري غادي يوسخ لي التلاوه ديالي. الخريه ما تبغيش تمسح فلوس للجزائر، تبغي البابي جينيك، بحيث الفلوس دراهم السواده تاع الجزائر يوسخوا الخريه، الخريه توسخ بفلوس شي. الخريه ما رضاش تمسح بدراهم الجزائر، لان الخريه قالت لك الا مسحتوني بدراهم الجزائر توسخوني، اللهم مسحوني بابي جينيك، بابي جينيك نقي على فلوس ديال الجزائر. داكور، هو اصلا شعب خراي، شعب يقرا 5 مرات في النهار 7 مرات في النهار، علاش؟ خصو يقرا بالتقاطير باش ما يجوعش، كيعبر الخريه حيت ما كياكل والو، العدس واللوبيا والشوربه والمرقه بيضاء صافي، والحليب الماء والزغاريت دولو اي دي يو. داكور وي وي جي شوف، هذه لغه عاديه كونتون دي خريه، راه ماشي عيب، خريه سي الجيريان سي سينونيم دو الجيريان، لان يعني نتوما كتبغيو تطلعوا الاخرى كتدخلوا عندنا. سمعتي الصحراء بعيده عليكم، بعيده عليكم الصحراء، بعيده عليكم مغربيه، ومدخلين التلاوه ديالكم تماك من 75 ما بغيتوش تفكوا، بعتوا خراكم حتى ليكوي ديالكم بعتوهم، وليتو ترونس، الجزائر كلها ولات ترونس. علاش؟ ايزون فوندي لا كوي. بوركو ايزون فوندي لا كوي؟ pour gagner un peu d'argent dit derrière, le trou dit derrière ça rapporte plus. Ok, avec un trou je gagne mieux à ça, mieux qu'une prostituée qui a 2 trous. Avec un tel trou j'ai vendu mes testicules pour financer hein, mon harcèlement au Maroc. بعت الفولات ديالي باش نمول البوليزاريو، كلكم بعتوا الفولات ديالكم باش تمولوا البوليزاريو، وليتوا ترونس كاملين، كلشي وليتوا ترونس. يلا بقاو تنبحوا حتى الصباح. هذا هو الواقع ديالكم، لا ميزاغ نواغ، لا ميزاغ نواغ هو الواقع ديالكم، ما عندنا ما نديرو ليكم. فوزاتي نو ميزاغاب، فوزافي بيغدي فو كوي، فوزا دوفوني دي ترونس، فو فوندي فوتخ ديغيغ بوغ غاماسي 5000 اورو بور فواياجي vers la France clandestinement et aller raser les murs. شوف هانتا هما الخوانا شتيهم، هما دايرين محمد الخامس، ها كاملين واقف عند محمد الخامس شتيهم، ها هما دو كيطلبوا المساعدة، ها شتيهم ولا ما شتيهمش الخوانا، الخوانا ها شتي الخوانا، الخوانا سينونيم دي زالجيريان، سينونيم دي تخات سي لي زالجيريان، ويسبقونا وكيقول لك الحسن الثاني خدع واختطف الزعماء الجزائريين باش عمرنا نعتهم انهم خانوا المغرب،
ودائما مروجين في عندهم في عند الشعب ديالهم، الشعب الزومبي، الشعب المغيب، الشعب المدلول، الدمدومه، ان المغير ان الحسن الثاني ساعد في خطاب الزعماء، بينما لازداك لازداك قالوها، قال لك اودي حنا اللي خديناهم المغرب، لم تكن عنده القدره ان يقوم بالعمليه الاستخباراتيه، والاجواء كانت تحت اجواء طيران، كانت تحت اجواء فرنسا، كان عاد ما سلموهاش لينا، عاد ما سلموهاش للمغرب. والاختطاف ديالهم كانت غير مسرحيه، لان هما اللي رجعوا حكموا في البلاد. هما هادو باركين مع محمد الخامس، شتيهم هما هادو يطلبوا المساعدات، وكاع اللي دعناهم صدقوا ولاد الاحاب كلهم، لا مانديلا، ربيعه مانديلا، ولا دوك الثوريين ديال افريقيا، كاع الشيوعيين اللي كانوا في الفيرما ديال بن الحاج، اللي كانوا في وجده وبركان، واللي كانوا ياكلوا الحريره والكفته ديال المغرب، كلهم رجعوا شيوعيين، وكلهم جاوا ضد المغرب كاملين. اي وي جو في بيتي، جي بوزوان دارجون. فو غاني كومبيان؟ كومبيان تي غان؟ كومبيان تي دون كوم سالير؟ ها شحال يعطيوك؟ 10 المليون جزائريه، 20 مليون جزائريه، 20 مليون جزائريه، ها هي شحال 20 مليون جزائريه؟ 6000 درهم. راه عندنا حنايا سيكوريتي، ولا ان سامبل اجون غود سيكوريتي كيدي 6000 درهم كخدم. ها انا نسبك انت، الله يلعمك الرطاصيله والمعدن، ما نسبش الملك، علاش نسب الملك انا؟ انت سب تبون الا قدرتي، يلا سب تبون، يلا سب تبون. انت راه بخشية فيك حتى لهنا يا الطلاب، سمعت؟ مسكين لا ميزير نوار، وباقي يضل عليا هنايا. لي زافريكان مستعجلين، لي زافريكان كيصوروا المغرب وكيدوروا فرحانين، والقراخير والسم فيهم يا ودي. تفو على كنسكي ديال جاي حدانا، يعوذ بالله. فتى يخوض غمار الحرب مبتسما. هذا هو اللي مرتكم، هو هذا، ان المغرب يخدم. هذا على الحوز، هذا وريته لكم قبيله، الحوز هذا. كتسولوا على الحوز، ها مرات مدينه جديده راه طلع. اذا سالوكم عن الحوز، ها هو ذا الحوز، ها. شتيه؟ شتيه ولا؟ مدينه جديده كتطلع. بالطرقان ديالها والبنية التحتية ديالها والبيطون ارمي، شتيها فينيسيون بالسيما بكلشي، حتى يساليو عاد يديكوريو بالتراب بحال تادلكتها، انت شتيها ها هو بالتراب. علاش التراب الاحمر؟ باش يبقى لاسبي ديالها اونسيسترال ديال جدودهم، تقاليد ديالهم. هاي هاديك فينيا شتيها، وكتسولو على الحوز، ها هو الحوز، حسن من اللي كان. سمعتي ولا؟ قرا خيرو، شوف مزيان، شوف انت طردك لك المراره، باقي ابو سعاده ما بناوهاش، وباقي ابو مرداس ما تبناش، من 2003 الزلزال ديال 2003 الحوز راه غادي. شوف شتي الديور، المدينه راه تجمع شويه بشويه، راه فايتين 1000 شقه، 1000 دار. شوف كيقول لك ديال التراب، شتي السيما ولا ما شتيهاش؟ شتي الضاله، ها ها مره كيديكوريو التراب من برا، قال لك المروك تاع الطوب، البيربان هذاك كتشوف فيه والحديد والضاله، ها شوف عطاك وحده من فينيا وحده من فينيا، شوف شو الضاله اللي شوف، شوف يا الطق يا القليط يا الجيعان يا المحروم، ما عندهم مكلة دله، والاكبر اكبر دمدومه على وجه الارض. سمع في راك عايش، خلاص سي بون، راه يمشي على لاجون الشعب، والمجتمع راح في البلاد هذه، لازم يكون تحرك ايميدياتمون، فهمتني؟ ما لازمش شوف ماشي حل عادل كاع، باسكو الدعوه ماهيش تشكر، خلاص الشعب هذا خلاص باقي العظم، راه يفدوا في العظم، ماشي في اللحم ولا في الشحم ولا، راه يفدوا في العظم، والله لا جد الانسان راه يطلب. خلاص سي بون، راه يمشي على لاجون الشعب، والمجتمع راح في البلاد هذه، لازم يكون تحرك ايميدياتمون، فهمتني؟ ما لازمش شوف ماشي حل عادل كاع، باسكو الدعوه ماهيش تشكر، خلاص الشعب هذا خلاص باقي العظم،
راه يفتو في العظم ماشي في اللحم ولا في الشحم ولا راه يفتو في العظم. الله الا ري لا ميزير نوار لا ميزير نوار لا ميزير نوار. مرحبا بقى معايا هكا والغربه اللي باغي تشوف العباد اش تجيب الاوراق الحنين ولا رحيم راجل تشوف هاك في الركعي شاف وما في المنوم سق فات اخويا ها فات وما في الناس ها لا فات اخويا فات شوف لي مع راسك نزه ها وبنادم في الناس ها فات اخويا اوروبا اخويا اوروبا أوبا ريحة البول وريحة بادم راه ما كيدوش من هنا اللي الأمة في الناس أخويا تحت القناطة ها قلت لهم نمشيو بالأوراق ونصوفيو أنا أخويا باش تفهم بعدا أش واقع واش كيتسناك باش تكون مستعد فهمت باش جيتي لهنا تكون مستعد هات أخويا العباد 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 في الناس أخويا وما يغرك حتى شي واحد ها ها دوز اخويا دوز ها هذا اخو وصل ها لا ميزير شي العباد في الناس اه تا في الناس اخويا الا جيتي تكون مستعد اخويا بنادم ناعس محن وفايب الله في الناس ومازال هذا راه عنده طونت كنديان كاين اللي ما عندوش فرنسا الواقع ديال فرنسا ها هي شو جينا سون بابي جينا بيانفيني ها شوف الوراق فهمتي ها تخوي الناس الوراق هنا ها فرنسا فرنسا والله العظيم ها الناس كتضيع هنا الحقيقة الحقيقة ديال فرنسا ها ما يتنخوا عليكم ها شو الأمة في الناس شوية عباد الله سوق رب العالمين ها اي الوغ مزيانه هاد العيشه مزيانه ها مزيانه اه سيدي زينو زينو بريكسي تي كونو كي لا فامي بريكسي سون توس نيو ماروك نيو جدا ولكن انت راك ماشي بريكسي نتايا لا فامي بريكسي ما يدخلوش في هادشي الله يرحم خالي عبد الرحمن دحمان كنا نعيطوا ليه والله يرحم خالي قويدر الله يرحمه سمعتي ولادو ما يديروش هاد الشيء ولاد عبد ولاد دحمان ما يديروش هاد الشيء ولاد قويدر ونفيسه ما يديروش هاد الشيء ها راك انت يا قريب من العائله عندك شي تبرقيقه على العائله ديالك كل نهار دير ولاد خالد دير خواتاتي كاملين دوزتهم خوتي كامل دوزتيهم وقلبتي كاع العائله وكديرهم هنا فوق وكتدخل بيهم ها بريكسي كانوا في المغرب عايشين زادوا كلهم في وجده كاملين زادوا في وجده كاملين سمعتي كاملين خوالي كلهم زادوا في وجده ولادهم كاملين زادوا في وجده حوريه كبيره داروا السميه ديالها مسكينه ما عارفه والو راه كبيره راه غاديه 80 عام غاديه تعني 80 عام وراه عندها شي خمسه ديال الاحفاد واحد ورا واحد ورا واحد زايدين راه كبيره كاع ما عارفه هادشي ما عندها فيسبوك وداروا لها فيسبوك وداروا لها راني كنشوف داكشي داروا لها فيسبوك داروا باش يدخلوا يسبوني ويعايروني بحيت هما خايفين تماك بحيت اصلهم مغربي وخايفين كيعايروني باش ما يبانوش مغاربه اي سون توس نيو ماروك مام اختي مغربيه دوريجين ماروكان ولادها عندهم الناسيوناليتي ماروكان الجيريان والاحفاد ديالها كذلك ولاد خالي كلهم عندهم الناسيوناليتي ماروكان عندهم الحق لان اي سون نيو ماروك والديهم زادوا في المغرب خالي بن يونس الله يرحمه المصلي مرته مغربيه الشريفه الله يرحمها ها كل نهار كديروا سميه وانتم كنتوا في المغرب كاملين ما دخلتوا حتى 62 خالي قويدر وخالي دحمان الله يرحمهم خالي حيت جداتي الله يرحمها كانت مزوجه في الاول مسأل بريكسي مات الله يرحمه البريكسي اللي عندي خوالي فيهم زوج ومن بعد زوجت ولد عمها المصلي سمعتي هادو كاع كيبغيو وجده ويبغيو المغرب ولكن نتوما صدقتو كداخلين تاخذوا لي نون ديال ولادهم وكتدخلوا باش تسبوني بهم باش تشوهوا الصوره ديالهم وما كنظنش هما يديروا هادشي ولا داروا هما داكشي راه كنقولوا انهم تا هما ضحيه لافاج تسيرفو لان كلكم دماغكم فيه تكعليزه ديال بوخروبه كاع خرا لكم في راسكم المخ ديالكم يفوح خرائب وخروبه
انا جو في با بارتي تا فامي، سير تقود انت ولا فامي ديالك، يلعن الراميطه والمعدن ديال دين امك حسن ما حاشا المغاربه. كيحسبني انا كنقول انا ناكر دين امكم كاملين يا العنصريين، تماك ديجا عنصري ملي جيت تقول لك انت من لا فامي ديالي، شكون قالها لك؟ انا دين امكم تماك، تصلبوط مع دين امكم تماك، المضاربه مع دين امكم ليل ونهار، الكوميساريه كنت ابوني فيها، شايف معكم الخير يلعن الراميطه والمعدن ديال امكم الكلاب. اخوالي مولا الله يعطي لدين امكم الخلا. سيدة توثق بعض الحقائق والوثائق التاريخيه. داخلين يسبوا يعايروا. انا امكم من جيت ولاد خالي ولاد خالتي ولاد سيروا تقودوا يلعن دين امكم ودير الراميطه والمعدن ديال دين امكم كاع. يسمحوا لي المغاربه هذا الشيء بيني بينه بيني وبين هذا الكمامر هذا. مابقاش لي ليميت في هاد لي فيديو، مابقاش لي ليميت هاد المسخين هادو، مابقاش لي ليميت مع هاد الشمايت هادو اللي كلاو الخبز ديال المغرب، كانوا الخبز ديال المغرب الوالد يجيب لهم منا ومنا جوج يدين عامرين الميكروب. نبداو نحيدوا هاد الزبل لان غنتعصبوا معاهم. ولاد الكلاب انا اللي عصبني فيهم هما اللي نكارين الخير، الكلاب اللي نكارين الخير هما اللي كيعصبني فيهم. كانوا عايشين في المغرب، تعلموا الصنعه في المغرب، كلشي تعلموا الصنعه في المغرب، كلشي داروا في المغرب. شوف هادو خصك تخسر معاهم الهضره باش نكونوا فاهمين. اللي ما تقبلش الستيل ديال هاد الاخر يسمح ليا، سمعتي؟ انزل المستوى خويا، هادو نزل معاهم المستوى، ديزولي بلا ما تفرج، سمح ليا. عند تي لو شوا، انا ما دايروش برافو، انا غرون نومبر دو سبيكتاتور، انا كنسونسيبيليزي لي ماروكان باش يعرفوا الاولاد الكلاب هادو، هاد الناس اللي خارجين من الصور ديال ايران، والكلاب حدانا تابعين ينبحوا كلاب مسعوره، باقي بنادم تابعهم وباقي كيدخلهم لدارهم، كاع اللي كيدخل، شوف اللي كيدخل، نقول لكم هاد اللغه، اللي يدخل شي جزائري لدارو عطاي. وكيعطي مرتو كيعطي ولادو، كاع اللي كيضيفهم كيكونوا تالفين في المغرب ويدخلوا لدارو عطاي، سمحوا لي هو ولادو قيمته، كاع اللي بيتهم عنده فيه هاد الشيء. تيرمينيس كاع اللي بقى في الزنقه قال لك استقبلوني وعطوني القش وبت عندهم ودرت عندهم، كاع اللي دخل شي واحد من هاد العديان عنده راه عطاي، لان حنا دزنا معاهم. انا خوالي ولاد خالي هادو كنخدمو، راك شفتيهم كيفاش كيسبونا كيفاش كيعايرونا، شتيهم كلاو في المغرب وكبروا في المغرب وعاشوا في المغرب وتعلموا في المغرب وقراوا في المغرب، شوف كيفاش كيديروا لينا. وانتم يا ولاد الكلاب كتدخلوهم لديوركم، لعنة الله عليكم يا الشميت، ولكن كنقولها لكم الشميت. الصحراء انتم ديال دين امكم الصحراء، الصحراء شنو اش باغيين عندكم؟ الصحراء في دير 10 المرات من مساحة المغرب خلاتها لكم فرنسا، ها مساحة عندكم 2,360,000 كيلومتر، وطامعين في الصحراء ديال المغرب، طامعين في المغرب ربع مام با لو، وما درتو الطايره في الصحراء اللي خلاتها لكم فرنسا. هما الناس كتموت، هما الناس كيموتوا بالالاف بالملاريا والباليديزم ديفتيري الكوليرا السيدا، درتو الطايره في الجنوب اللي يدير عشرات المرات من الشمال، درتو به الطايره. اش درتو في الصحراء؟ اضرار يسوفري وبرج باجي المختار يسوفري وتين زواتين يسوفري وبشار يسوفري وتين دوفي يسوفري، ولا ما لا ماكله لا بوطه لا دواء لا والو، الناس كتموت كطيح كي الدبان. ايوا سا نو غوغارد با، ايوا حتى نتوما لو سهرة سا نو غوغارد با، علاش مدخلينا في زبور امكم؟ واش داخلين فينا كاع؟ علاش داخلين فينا؟ على دابا حنا كنا هاربين عندكم، راه نتوما اللي كنتو هاربين، نتوما كنتو لاجئين في المغرب. الميكروبات جالو، شكون غير منكم نتوما؟ شكون غير منكم باهدلين في العالم رايبين مسخين، العالم كله كيضحك عليكم. فو زافي البترول كيقول لك فو زافي البترول، ها فو دورمي دون لي سيلي دون لي تونيل، نتوما عندكم البترول. قال لك عائله، هادو غير لا فامي ديالي ولونتوراج ديالي، هاد الكلاب هادو غير لونتوراج ديال هاد الخوانة هاد المسخين هادو اللي كانوا عايشين في المغرب، هما هادو. تا
والله والله الكونسيبت لا يحبس بالله. والله يمكم انا نفضحكم يا ولاد عيشه الطويله يا ولاد البوردين يا ولاد رابحه. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon, il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Désolé pour les Marocains, désolé pour les Marocains. والله العظيم ما كرهش يكون معاهم فاصا فاص ما تكونوش نتوما، ولكن هاد الكلاب هادو من العائله ديالي، هادو سيما فامي، وراني عارفهم شكون هما، راني عارفهم جو لي كوني، وراني مدوفيني شكون هما. خويا نبيل درتي 17 دقيقه امبوسيبل باش ندوزها. السلام عليكم سير بوتي، معك نبيل. فوالا جو زي انفويا ان اوديو، فوالا دونك voilà, j'aimerais que cet audio, s'il était possible, que nous puissions le faire partager à nos frères marocains patriotes. Voilà, voilà. S'il vous plaît, monsieur le routier. Salam alaikum. Khoya twel fi 17 daqiqa ra bzaf. Salam. Tandouzo marra akhra nkon ghadi fi en voiture ndouzo. Smati. Hadchi li kayn. والله يا غيانا فوت مع هادو. سيادة وخلوق هنايا في كازا، وكبرت هنايا في كازا،
الوليد توفاق شو الناس كي دايرين؟ 1977 بارك ترونكيل الناس كلهم هنا تيبغيوني تنبغيهم تنهار بالاربع اللي جاوا القايد والشيخ قال لك الشيخ غادي تجمع سلعتك تمشي تكري سي اونكار ولا سي ديبو حتى هو واجي عندنا نتفاهموا. ابدا ما عرفيش القيمه ديال الاخر هذا خصو يفو لا بارطاجي هذا ايوا هذا خص يلفو لو بارطاجي وخص يشوفوه المغاربه داكور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا خويا الخوتي اهلا وسهلا مرحبا خويا. انا راه عبد الله من الدنمارك. انا صيفط لك هذا هذا سميتو هذا اللعيبه هذه في اليوتيوب وبغيت اخويا ما كرهتش الا جات على خاطرك تشوفها واللي بغيت يعني القصد ديالي على صيفطها ليك غير باش هذوك المغاربة اللي كاينين في المغرب اللي عايشين وما حمدينش الله فهمتي راهم عايشين في الجنة. هذوك اللي ما حمدينش الله راهم عايشين في الجنة في المغرب مقارنة مع هذا الشيء هذا اللي طار اللي طاري في هذه البلدان هذه الأمريكان هذه راه ماشي غير هاد البلاصه راه كاين بزاف ديال القراش في امريكا على هاد الشكل هذا. شوف الناس كيفاش الله يجعل السلامة كيفاش عايشين الحمد زاد ولا الكفته نقصات ولا لا حول ولا قوة الا بالله اخو طيب لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله هاد الشيء اللي بغيت نقول لك اخو الحمد لله وشكروا على النعمة اللي عطيهم الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد ولا إله إلا الله. أبا كيقول لك خا باغي نخرج كل واحد كيفاش العقلية ديالو كيفاش 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 كيشوف أوروبا وكيشوف كيفاش كيشوف أمريكا وكيفاش كيشوف المهم الدول في جميع القارات. ف اللي كيسمع امريكاني ورا ما عتاشناه ولكن هذاك الشيء راه المظاهر اللي كنا كنشوف في الافلام بطبيعة الحال كاين اماكن سميتو ولكن راه بنادم ملي كيحل فمو على الامريكان تقول صافي راه كلشي عايش بخير وكلشي عايش ما خصو حتى شي خير ولكن شوف اخويا الديكور هذا ديال هاد الناس الله يحسن لهم. سكيد رو مكان كابوسي وسط مدينة لوس أنجلوس. إطلاق ناري من الشرطة في سكيد رو في لوس أنجلوس. يتجمع أكثر من هذا العارفينه يا أخي المغاربة أخي الله غير 5000 شخص بلا مأوى بالشوارع تصطف الخيام على الأرصفة. الإدمان والأمراض العقلية منتشرة والجريمة في أعلى مستوياتها. في سكيد رو النجاة هي الهدف الوحيد. لقد أتيت هنا طوال حياتي لم أرى شوارع كهذه من قبل. أريد توثيق الواقع في سكيد رو ولكن هذا الشيء راه ماشي غير سكيد رو راه كاين بارتو راه كاين في لوس أنجلوس كاين في شيكاغو كاين بارتو. أمريكا نحن عارفينها ماشي جنة وكندا ماشي جنة وحتى المغرب ماشي جنة اللي ما يخدمش خدمت شو الجنة ما تخدمش خبط راسك مع حيط ترمينيس تصور الجميلة ديالك احفر الأرض ودير اللي عجبك الأرض راه فيها الدب سير خدم الشونتي ترى مخامي الناس كيتبكاو لي متر شونتي ولي شاف شونتي ولي زونتبرين قالك ما لقيناش خدامة قسما بالله كو سي لا فيغيتي سي لا فيغيتي والله العظيم إلا كيبكيو قالك ما لقيناش الخدامة. شكرا سي عبد الله شكرا لا ميزان راه كاينة بارتو اللي ما يخدمش. السي الغوتي السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. انا زعما وجهه النظر ديالي ما تبقاش تعلق على دوك سميتو لان عرفت شي هما داكشي تاع شي قلبو تي بروفوكي وكنت تبقى ديتورنيوك على المواضيع والله ما تديهاش فيهم كاع اخويا. هادو لا فامي ديالي هادو هادو من لا فامي كيقول لك هادو ماشي لا فامي زعما من العائله ولكن انا ما كنعتبرهمش عائله. تعصب معاهم وهما داكشي اللي تيبغيو يوصلوا له هذا من جهه. من جهه ثانيه اخويا ربما لاحظت ما بقيتش ندخل بزاف لان جيتي شوكي انا بداك المسيره ديال الميكرو الحد هادي كل ما باغي طلع ليا الدم كاع مغربه صاحبي نحاذر الواحد واحد المستوى انا ما بقيتش نفهمو كاع
فرنسا ما كتبش عليه، ما كاينش فهم على المغرب كاع ولا المغاربه كيتفكروا لا اللي تيحكموا ولا المحكومين. الناس صعبه ولا تتجرح على الملك بحال اكثر من ردوه جفاف تخربيق. هذا الدوله صابر عندها راس الدوله تيخصو احترام، تيخصو تفرض. الناس دوك الرؤساء دوك معهم معروفين، وكل واحد راه المخابرات عندها عليها الاف الاسرار تجرو تنبهو. عندك بوترمه ديال بن كيران يجبدوه يقول واش باغي تنهي حياتك في شي مصيبه ولا. وكذلك كاع دوك الناس بحال بن عبد الله النيت عاش على الدوله داخل ليك بدا معاه يعتف في اليسار وفي الشيوعيه والتخربيق، ودابا هو غادي تتمشى ليا مع غزه والمقاومه والشهيد. وما كاينش شهيده بعدا في الدين، وراه الا بغاو بالشرع راه ما كاينش شهيد، راه الشهيد تيعرفو الا الله. راه كاين في باب عند البخاري باب لا ينبغي ان يقول ان يقال شهيد على هذا الشكل، هذا بمعنى ديال اخويا واللافتات والضربو ديال جنوب افريقيا. وكاين شي شعارات راه انت ما سمعتيهمش، كاين شي فيديوهات خرجوا النيت راه الضرب في الملك نيشا انا صاحبي الملك تيحصو حتى شويه القيمه لراسو. هادشي راه ما فهمتوش انا، راه غير كلب هاد الخلا هذاك النهار جبد السليبها قدام الناس قدام الكاميرا ومحمد السادس وجاب دا السليب من تحتها صاحبي. شويه ديال ياه شي هادشي والله العظيم تتهزنا النفس نيت وما كاينش اللي يجاوبك. حتى دابا الناس اللي هما نورمالمون اللي ضد هاد الشيء واللي ملكيين واللي فاهمين الخطوره اللي جاي اللي تلحق بالمغرب ما منظمينش، اما تا هما يطلبوا اسمو يدير واحد الحمله تحسيسيه ويطلبوا رخصه وينزلوا. الله يعلم كل مدينه ينزلوا غير ثلاثه ولا اربعه، ومن بعد الناس غيبقى تتساءل وتشوف. هادشي اللي بان ليا وتسيروتي. المهم تنشكرك وتنحيو فيك هاد لابيرسيفيرونس هادي، سبحان الله العظيم راه عطاك الله واحد القوة. ما انا بحال هكا تينهار بنادم اصاحبي. الله قطعتني ما انا مبقيتش انا جو ميدونتيفي بلو. هادشي تنشوف ديال المغاربة اش هاد لا ميتامورفوز وقعت فيهم والله ما عرفت ما سببها وإلى أين تتجه، وحتى الدولة كيفاش تفكر وكيفاش يا خويا خصك تعرف واحد القضية. هادو اللي كيدخلوا يسبوا راه كانوا عايشين في المغرب، هادشي اللي معصبني. ونزيد قضية أخرى، تزادوا في المغرب أمهاتهم مغربية، بحال هادو كانوا ولاد أختي راهم مغربية، ولا كانوا بنات أختي راهم مغربية، إلا كانوا ولاد خالي راه أمهاتهم مغربية، خواني مزوجين مغربيات. تصور دابا هادو مو مغربية وزاد في المغرب وكبر في المغرب وباه زاد في المغرب وتعلم الحرفة في المغرب وقراو في المغرب وكانوا عايشين بخير في المغرب. في الجزائر راه لا ميزير، ما عايشين شي عيشة زعما، راه ساكنين في ليزار شالام لي باتيمون 30 متر كارية، لا ما يطلع ليهم ولا حياة ولا والو، مكرفسين ما مكرفسين والو. الا كنت انا شيباني انت غتولي شيباني واحد الوقت، ولكن عارفك راك مفقوس سامع بلاش ديالي وما مصروطاش ليك، فهمتي؟ عارفك راك معذب راك محن، كتشوفني كتمحن انت وامك وخالتك وعمتك وبالخصوص اختك ومرتك، العيالات ديالكم عارفهم انا باللي راك عارف تحس بيا وانا حاس بيك، سمعتي؟ حاس انت حاس وانا عايق باسكو نعرف العقليه ديالكم، الفرا اللي فيكم كتغلي حافظها انايا. ايوا ربي يدير الخير وخلاص. ايوا كنعرفكم انايا. It's no use, no use to. Monsieur Routy, mon audio, voilà, c'est vrai qu'il est un peu long. Je tâcherai de vous envoyer des grandes audios. Mais voilà, je préfère partager
à mes frères marocains patriotes. Voilà, qui voilà. لا راه غادي ندوزو غادي ندوزو كي نكون غادي غادي بالنهار بالنهار ندوزو كامل ندوزو لونتي افيك البانوراما ديال الدار البيضاء كون هاني طلع لا درب غلف حتى هو الدرب غلف وغادي ندوزو سا سري بيان سي ان اوديو انتريسون فوالا سي ليسبيريونس ان فيكو دو مون بير اي دونك فوالا voilà donc et de nous-mêmes donc voilà et voilà que voilà de voilà donc c'est un audio intéressant monsieur Routy écoutez-le peut-être en privé et dites-moi ce que vous en pensez merci beaucoup monsieur Routy voilà je partage tout en live لا لا أمير غوتي نفس عليك صبا كل شي مزيان كل شي وعدك بخصوص الموضوع دي الصحراء المغربية دي في الأمم المتحدة فقمت ببحث حول هذا الموضوع وعرفت بأنه خلال الشهر المقبل إن شاء الله هاد الشهر الجاي ان شاء الله في نوفمبر الامم المتحده غادي تحسن في الملف نهائيا يعني غادي يخرج قرار نهائي اللي غادي يخلي هذا الملف ينتهي بصفه نهائيه وغادي تسحب من الامم المتحده نهائيا طبيعه الحال القضيه غادي تنتهي لصالح المغرب وديك الساعه نشوفوا زريبه الخريه حاشا السامعين الخريان نشوفوا هما شنو غادي يديروا لكن نتوما اللي بروفوكيتو هذا الملف نتوما اللي افتعلتو هذا النزاع نتوما اللي خلقتو كيان وهمي من العدم جمعتو ليا بزاف ديال الجنسيات من جنوب الصحراء ورديتوهم شعب سواديزون صحراوي يالله هو دابا نكون عندكم في تيندوف يوفقوا يا من وحدتو نتوما اللي دخلتوهم زعما ما ديروا الصباط في حجره في الصباط ديال المروك دابا الحجره دابا راه في صباطكم نتومايا تيندوف غادي تقوم عندكم بهذاك الشعب اللي نتوما خلقتوه يلا صرفوا عليهم وكلوهم وشربوهم وقريوهم وداويهم يلا حنا نشوفوا شكون اللي الحجره في صباطو واش حنا ولا نتوما الشهر الجاي ان شاء الله الامم المتحده غادي تحسم في هذا الملف نهائيا لصالح المغرب وغادي تسحب هذا الملف الذي ارهقنا نهائيا ديما كنسول امتى هاد الملف غيتسحب امتى غيتسحب ها هو الشهر الجاي ان شاء الله الامم المتحده غادي تخرج بقرار نهائي الحمد لله و القناه ديال تيلي اكسبريس المغربيه دوزات داك التصريح ديال داك زعما المفكر ولا المؤرخ ولا ما نعرف شنو هو داك الجزائري اللي صرح بالتاريخ العريق للمملكه المغربيه الشريفه اللي كان كيمتد من مصر الى واد السنغال او نهر السنغال دوزو ولك انت تخيل التعاليق كميه الغل والسم اللي في التعاليق ماشي مابقاش كيعصبني ولا كيضحكني مش عارف ان الناس كما خلاها عمر هلال يعانون من متلازمه التقزيم امام المغرب كيعانيون من عقده الدنيا وعقده النقص امام المغرب فاش كتجيب لهم الحقيقه ها المغرب كيفاش داير في الواقع ها راه ماشي داكشي اللي كتصوروا دابا اللي كيضحكوني فيه كيدخلوا وكيسبوا بحال هما كيحكموا فيهم ومسيرينهم لي جون غير صحاب 20 طون 30 طون 40 طون الصغير فيهم عنده 82 عام تبون عنده 82 عام كيقولوا 80 عام مزورينو عنده 82 عام ومازال غيحكم فيهم 5 سنين هي 87 عام شنقريحه عنده 86 عام كوجيل عنده 106 سنين بنعني بلعلي عنده 98 عام هادو راه عند كيحكموا فيهم غير الكهن وكيحضروا باش تعرف بلي عندهم ديك لا جالوزي كيشوفوا بوريطا جون كيدور فهمتي كيشوفوا دي جون ريبريزونطون في البارلمون دي جون وما عندهم غير الكهول المغرب راه عنده سينيتي المغرب راه عنده كذا عنده منشآت عنده بنيه تحتيه شعري مرضكم الشعر ديالي مرضكم اللوك ديالي مرضكم انا شوفو كومبخو جو كوني لا مونتاليتي الجيريان نعرفكم مري رايبين
40 عام راه ديجا شارف عندكم 40 عام سي ديجا مور. يا الشوالة على بالك يا اخو راني رايح هذا هو هذاك 40 عام راه فيني تحيا عمي تلفون حنا اقتصاد ما شاء الله متنوع و وقوي. المغرب دولة تحسن إدارة الأزمات. المغرب كذا المغرب كذا لا ما كيتيقوش لا هذه وخا تجيب لهم مفكرين لا راه ماشي داك الشيء هذا الشيء اللي كاين هما كيفضلوا يتيقوا طبيب بيطري على أنهم يتيقوا علماء مفكرين دوزوا حياتهم في البحث في تاريخ الدول وفي الحضارات ديال الأمم هذا سميته الغروب إلى الأمام ورقصة الديك المذبوح. وما دابا شوف ما غركش هذا الوقوف ديال ذاك الحمار طبيب الحمير والبغال اللي قال لك تصاب كتابه وغادي في الأمم الجاهلة ما يغرقش. هادو آخر الشطحات لزريبة الخريعة وما دابا يرقصون رقصة الديك المذبوح. عارف هذا راه عايش خير منكم هذا خاسرين مليار في المية هذا عايش خير منكم الله ما راضي يشوف فيكم شوف صافي وصلوا للنفق المسدود ما عندهم فاش يرجعوا ما عندهم لين يرجعوا صافي وصلوا للنهاية دابا خدامين كيديروا في آخر الشطحات اللي غادي تأدي بهم إلى الهلاك. أما الملف راه محسوم لصالح المغرب وهذا الملف غادي يتسحب نهائيا بقرار الأمم المتحدة في الشهر المقبل إن شاء الله. يعني راه غير كيضحكوا فيهم عباد الله وغير غير كيضحكوا عليهم الناس وصافي غير كيضحكوا عليهم الناس كيضحكوا عليهم الناس وكيستحمروا في البصبعيين ديالهم. اما الملف راه محسوم لصالح المغرب بالحق وبالقانون. الصحراء رجعناها في 75 وبنيناها وعليناها درنا فيها مشاريع ومازال كنديروا فيها مشاريع راه داخله في القريب غادي تولي هي دبي ديال شمال افريقيا دبي المنطقه حتى كي دايره الداخله ان شاء الله. يعني خليهم يحلموا ولي زاروا يراوح لي فيهم دابا ياكلوهم وشربوهم دابا لو ما ياكلو تا هما ياكم اللي خلقوا هاد الجوتوما وتكفلوا بها دابا. والله العظيم كنتسناهم يقطعوا الضو فهاد اكتوبر ساعه الضو تقطع عندهم كاع لي ريستورون حبسوا ما لقاو ما يطيبوا ما لقاو ما ياكلوا العباد صرفوا عليها فلوسهم. كنا نتسناهم يقطعوا لينا الضو ساعه الضو تقطع عندهم سبحان الله العظيم دعوي الشر. السي الغوتي انا متفق معاك يقدر يكونوا من العائله ديالك يقدر يكونوا الحرام دخلوا لي كونت ولا شي لكن سوبوزون انهم من العائله ديالك وهما تزادوا في المغرب وبقى فيك الحال كما تتقولوا المغرب وانت راه المغاربه هذوك مازال هما نقولوا راه مشاو ربما وتاثروا بالديسكور وبالفورماتاج ديال الجزائر وها هما المغاربه معانا يا صاحبي هما قدروا تزادوا والحقد اللي تيهزوا على بلادهم لا يتصور. راه لو كان زعما تكشف زعما تكشف الغطاء ديال والله زعما تعجب اش دار ليهم المغرب علاش هاد الحقد على بلادهم علاش فيه خصهم غير شي حاجه غير ولو غير يخترعوا شي حاجه اللي فيها يعني واحد الشويش ديال المشاكل باش يشدوا في بلادهم. ما عمرني ما شفت انا بحال هكا باش بديتي الفيديو كاع الناس تفتخر ببلادها الصومال تلقى الانسان تيفتخر ببلادو وتيهز الرايه ديالو الا المغربي. انت تشوف دابا هاد الزياش اش يكون هاد الزياش والله العظيم زعما لحقاش التفاعل بنادم دابا تفاح صح بقى الناس ما قرات ما تقفات ما زياش خيان دوتو لو كان تقلب دابا دماغه والله الا خاوي صطل غير كي كسميتو الفخفاخة ديال الفلوس وصافي ما عارفش فين يحط راسو شيكون كاع واش مارادونا هذا ولا والله العظيم بالله الناس تعطي قيمة لسميتو وتافهين تيبداو يطلعوا في بنادم تا دوك سميت المحللين الباكورين ديال الرياضة والتخربيق
ودير الخوف بنادم تتعطوا واحد القيمة اللي ما أنا بالنسبة لي قسما بالله قبل كاع من هذا الموضوع وحتى قبل ما يعيط ليه حتى مني كان مع خالي لوزيت شو داكشي ما كانش زعما تيستر عادي أنا بقيت أنا في الصورة ديالي داك اللاعب المتكامل الصحيح يمني يسري يضرب بالراس تيجري تيب بودربالا تيمومي الدراري اللي كانوا كوكول هذوك اللي التكنيسيان اللي كانوا تيقراو التيران حافظوا المير الله يرحمه والرباعه اللي كانت لا داعي اللي تيكرهم ولكن قلت لك شوف دابا المغاربه كيفاش دابا ولاو تيكرهوا بلادهم يا صاحبي انا ما فهمتش الشعب الوحيد اللي ما خلات البلاد ما عطاتو وتيعيش في النعيم وفي نفس الوقت تيكره بلاده واحد الوقت نحكي لكم على القصه غري واحد الوقت كانوا الناس ساكنين في حي المطار حي المطار في بوسيجور ان كارتي ليكسيو وناس ساكنين في مازولا ان كارتي ليكسيو لي فيلا فعاد ادريس البصري والحسن ثاني الله يرحمه ولكن السكنه ماشي ديالهم ديال المحي المطار ديال الميليتار وديال مازولا مازولا في لارونديسمون ديال حي حساني داكشي ليكسيو لي فيلا كبار داكشي جات النوت مع الداخليه باش يحولوهم فين داو يسكنوا داو شحال مازولا كاينين ميني كاملين هما ما كيعرفوش هما لي كارتي بوبيلار داوهم الاناسي في الخرجه ديال الدار البيضاء مشيت البرنوسي ما بين البرنوسي وسيدي مومن قراب الكارير سكويلا سير كارير سكويلا راه ما بقاش اليوم راه عطاهم السكن داو من اناسي لي زاشيلام لي باتيمو غيروا لهم حياتهم كامله ما كان احتجاجات ما كان صداع كانوا في دي فيلا ما كان لي احتجاجات لهم مشاو داوهم دي كيلومتر بعاد على الحي الراقي ومحي المطار وداوهم الاناسي في دي زابارتمون وما كانش لاسانسور عاد كاتريام ايطاج جو بونس اناسي راك عارف مخلطه تماك ما كان لا احتجاج لا مولا يبيه لا والو ومن تماك قراو وراهم دي بونكي راهم دي دكتور راهم دي زانجينيور تخلطوا مع لي كارتي بوبيلار ونجحوا ان التربيه المرافقه كل يوم تنوض تحول شي سكان ماشي كارتي ليكسيو وماشي ديالهم بحال درت حمد المدينه القديمه اللي كاين سدادر تنوض تحولهم الاراضي ماشي ديالهم والدار ماشي ديالهم ويحولوهم يعطيوهم دار بقعه فابور بلاصه اخرى ويقلبوا الدنيا يقول لك لا بغينا هنا هي الارض ماشي ديالهم والدار ماشي ديالهم عايشين فابور وتحولوا علاش لان بنادم تصر المغربي ولا مفشش مفشينو شوشوطي سي بور سا كو شبع حرية وشبع تفشاش شبع فشوش ولاش المغربي كي قلت واحد النهار السي الشاهي ولا كيعرف ان الدولة كتبتز الا بتزيتي الدولة الا بتزيتي الدولة وبينتك انك تكرهها وتضربها وتعايرها تحاول تقربك منها تعطيك ولا كنتي تبغيها بزاف ما تعقلش عليك هذا هو اللي كاين في المغرب كنتي انت وطني وكل شيء ما تسناش شي حاجه ولا تجي فيك ما يعقلوكش انا جبت لك دابا جاتني 28000 اطور جاتني 28000 درهم ديال لامبو مزيفت لي كوموندمون انا كما فراسي مخلص لي زامبو كل شيء فهمتي هذا هو دابا الوقت الشعب المغربي ولا مفشش مفشينو ما كيتقمع ما كيدوالو ومشي يشري براكه يبني براكه في ارض ماشي ديالو والماء ماشي ديالو والضو ماشي ديالو النهار اللي بغيو ينقلوه يقلب الدنيا وما فيها ويمشيو عندو الاعلام ويمشيو عندو الصحافه ديال التروطوار والقيامه باش تعرف ولات الناس عاقت ان الدوله خصك تبتزها دير حمار وكروسه ويقربوك المخازنيه تلاح ويجيو يصوروك وترمي حمارك ترمي سلعتك ترمي كذا يبقاو يصوروا فيك وتغوت وتلاح ظلمني وتمشي للكاميرا وانت دابا درتي الفوضى وشديتي المامر ديال الرجلين وشديتي المامر ديال السيارات ودرتي عرقلتي السير وحجبتي الرؤية على الأطفال وتؤدي إلى الحوادث وكتحيح ودائما المجتمع المغربي يجي معك تبني انت مظلوم وانت شعبي
بينما واخا ما تحترمش القانون دائما الشعب دابا تربى انه يجي ضد السلطه، ما باغيش القانون، باغي يبتز الدوله. هذا وبكري ما كانش هذه القضيه، بكري كانت لي بريروغاتيف دو لا بويسونس بيبليك، السلطه كانت تجي عندك تقول لك خويا هاد البلاصه تخويها، الا كانت الارض ديالك كيعوضوك فيها شي حاجه قليله، اليوم راه كيخلصوك الدوبل. اليوم الدوله غلات علينا العقار، كيمشيو لشي بقعه شي ارض فيها مثلا 50 قطار كيحتاجوا منها قطار، في السوق دايره 100 درهم هما كيشريوها من عنده 500 درهم، تبغي تشريها من عنده انت يقول لك الدوله راه شرات من عندي 500 درهم، حيت الدوله احتاجت هذاك الارض واقفه عليها، دير فيها اوتوروت، دير فيها باساج، دير فيها روكاد، كتعطيك فيها 500 درهم. كتمشي عند اللي كيبيع تقول له ودي راس هذه دايره 100 درهم، يقول لك لا ما نبيع لكش 100 درهم اخويا، راه الدوله شرات من عندي 500 درهم. هادشي راه واقع، حنا في هذا السوق هذا دابا، الدوله اليوم ولات كتشري مع عند المواطن باش دير المصالح العموميه. بكري ما كانتش كاينه، كانت لي بروروغاتيف دو لا بويسيونس بيبليك شنو هي؟ ليكسبروبرياسيون، نزع الملكيه وما تدويش، نزع الملكيه وما يخلصوها لكش كاع وما تدويش، يديروا فيها مدرسه، يديروا فيها طريق، يديروا فيها ملعب، يديروا فيها اي حاجه ما تدويش، الا عندك الزهر ديك الساعه يعوضوك شي حاجه. اليوم كيديو لك ارض ما بغيتيش تبيع، كيقول لك فوالا هاد الارض غنديوها لك، غنعطيوك ارض بلاصه اخرى، كيوريو لك الارض بلاصه اخرى كيقول تقول لهم لا ما خداماش ليا، الارض ما خداماش ليا، كيقول لك اخويا هاد الارض حنا محتاجين لها غادي نديوها باش ما كان بغيتي تخلص ولا تخلص. كيجيو كيعطيو الارض، شحال من ارض دابا مثلا بلا ما نعطيو دي زيكزومبل، حطوا فيهم الحجر الاساسي ديال التكوين المهني ديال مولاها، جاو حتى للوسط وداروا ليه التكوين المهني وعنده ارض كبيره وقسموها ليه من الوسط، ما بقاتش عندها هذيك لافالور مجموعه مفرقعه من الوسط، خسروا لها باش يقسمها ديلو، كيقولوا ليه ودي غادي نخلصوك فيها، ما بغيتيش عزل شي ارض من هذه النواحي ونعطيو، كيقول لهم لا هذه راه بعيده بغيتها هنا مثلا حدا عين دياب بحال هكذا، يقول لا حنا درنا التكوين المهني والمالك دشن ودشن ما عندك ما دير، بغيتي تخلصها فلوسك ما بغيتيش تخلص بزز منو غيشد الفلوس. بكري كانت لا يديوها وما يعطيو ليه والو، اليوم ما بقاش نزع الملكيه ولا شراء الملكيه، اليوم ولاو كيشريوها من عندك وكيعوضوك فيها. المواطن اليوم ولا مفشش في المغرب، ما بقاتش الحقره في المغرب، ما بقاتش نزع الملكيه. شنو نزع الملكيه؟ كانت بكري معروفه في المغرب، داز شومان فار يديو لك الارض، داز اوتوروت يديو لك الارض، داروا ستاسيون ديسونس يديو لك الارض، داروا مسجد يديو لك الارض، داروا مدرسه يديو لك الارض، دارت تكوين ما يخلصوكش فيها. اليوم ولا الخلاص كيخلصوك فيها، سمعتي؟ يا انت لاهي غير مع شعري، واش راك مزعوط فيا ولا كيفاش؟ انا راه ما عنديش مع قرميصو، انت لاهي مع شعري دابا، مع شعري وياك ما فيك القمل في شعركم حسنو ها؟ متقل عليك ها؟ الشعر فوق راسي وانت متقل عليك، مسخ ميزيغاب جون فالجون إلي سيتيغ نودو. المهم نرجعو دابا، المواطن المغربي ديال اليوم ماشي هو ديال بكري، المواطن ديال بكري كان اللي قالوها ليه يديرها ما كانش. اليوم قسما بالله كيما راني نقول لكم، الا المواطن ديال اليوم صبح مفشش ما باغيش يخدم بالسميك، ما باغيش يخدم 100 درهم 200 درهم في النهار، ما باغيش يضرب تماره، ما باغيش اللي يعطيه اوامر، ما باغيش اللي يعطيه تعليمات، باغي يخدم ما يهضرش مع الباترون، يجي الوقت اللي يبغى، الا منك يقول لك راه المشاور خلى عبد الرؤوف ما ردتش لي المشا، ما ردت لي كذا، راه عندي انا كنعاني هذا الشيء هذا. المواطن صباح مفشش، بالخصوص هنا في الدار البيضاء، بالخصوص هنا في الدار البيضاء، الدار البيضاء كانت مهلوكة بالكاريان، دايرة غير بلي بيدونفيل، كانت العشرات ديال لي بيدونفيل كلهم استفدوا، ولكن ما كانش اللي تجمعوا وداروا واحد الفكرة وداروا واحد جمعية المستفيدين من السكن الاجتماعي في إطار محاربة دور الصفيح، ما كاينينش، خصهم اللي يتجمعوا ويدافعوا على الملك ويدافعوا على الدولة، لأن استفدوا، حنا كندويو ما استفدنا والو من الدولة، حنا الدولة استفدت منا، خدمنا ليها وعطيناها وخلصوا ضرائب وخلقنا مناصب الشغل وكل شيء وعندنا مشاكل، بينما هذاك اللي استفد كل شيء من الدولة هو اللي كيدخل يسبنا ويعايرنا، هو اللي كيصطاد في بلادي ظلموني، هو اللي باغي مثلا يدي حانوت يدير حمار وكروسة ولا يفرش في الأرض ويسد الطريق، ساكن في سكن اجتماعي
عاود خصهم الورث هذيك الفكره انه يبتز الدوله من عند والديه، خصو حتى هو يبتز الدوله. ونورمال في اوروبا دير برا كيريموها لك، الميريكان دير برا كيريموها لك، هنا لا يسعفوا معاك. ايوا انا نعرف واحد البرارك هنايا بلا ما نقولوا فين باش ما نمسوش مواليها، عطوهم بقعه في بوسكوره و50 مليون، 50 مليون وبقعه يبنيوها، ما بغاوش. قال لهم لا، ماشي قالوا لهم رحنا بزاف دابا عطاو لك بقعه، كيقول لك لا راه معايا ولدي تزوج ومعايا بنتي تزوجت ومعايا ولد اخو ولدي الاخر تزوج، كيجبدوا ثلاثه دواسه بورتو ما عاطين والو الدوله، ما يخلصوا دو ما يخلصوا ما ما يخلصوا والو. وهذوك اللي كيعيرونا بكاري رحمنا كاري رحمنا راه جاو عطاهم بقاعي واحد الوقت وما قبلوش، لان بغاو كل بركه فيها 4 ديال السكان 5 ديال السكان. هو دابا الوعاء العقاري ما بقاش في الدار البيضاء، دابا ما بقاش، دابا ولاو لي زابارتمون كي بريباريهم 65000 شقه في 2025 كلشي خصو يسكن، اللي ما خرجش غادي يريبوا ليه الدار فوق راسو. 65000 شقه تكون موجوده في 2025 غادي تحولوا كاملين، هو الكارير اللي باقي. تصور انت ما درتي سياش ما درتي وفاء ايموبيليه ما درتي والو، عطاولك سكنه 50 عام تساكن فابور، ما جمعتي لا ريال لا زوج الله اعلم، ولا ما عرفتش شنو كنت كدير، ولدتي الولاد كبرتيهم تماك ما تحولوش تاهم ما كراو، ما مشاو يكريو على برا، ما شراو على برا، بقاو ساكنين معاك برا كامزوجين فيها 4 ديال الناس انكرويابل. هذا هو المشكل كاين في المغرب، قلت لك المواطن مفشش، راه ما كاين لا قمع على سيدي زكري، راه الشعب قمع الدوله، الشعب قمعها كما قال الشاي خارجين وهازين الصوره ديال عدو المغرب، عدو المغرب حسن تيروريست، وهازين الدرابو ديال عدوه المغرب اللي هي جنوب افريقيا، والمواطن كيدخل عنده الجزائري في دارو اللي هو يضل يسب في الملك المغرب وفي المغاربه وفي اعراض المغربيات وتايق فيهم دخلوا لدارو. هذا شعب مفشش، هذا الشعب اللي يقول لك غنقطع عليك الضو، يقول لك قطعنا عليك الغاز، يقول لك خرجناك من العرجه بمكبره الصوت، ها يقول لك قتلنا في السعيديه والشح فيكم، قتلنا في سماره والشح فيكم، وتدخلوا لدارك. الشعب مفشش، كون كنتي مزير وجا عندك المقدم يقول لك شكون هذا اللي بايت عندك، منين جبتيه، فين كتعرفو، فين هادي، وما لمك انت علاش مدخلو. تصور هذا يكون ارهابي، تصور بحال هذاك البرتغالي اللي شدوه مجرم، تصور انت بيتو عندك اجرامي بحال هذاك اللي قتل المغربي، بيتو عنده شهرين هو ياكل ويشرب عنده، دارو بحال خوه، بانت لي فيه تغنوا المروك، ما المروك افريقيا حنا اللي غننظموا كاس افريقيا، لا هنا دخل فيه جنويه ذبحو ولواه في حصيره وحطو تماك، لبس لي حوايجو خرج يدور وشاد بورطابلو كيعيطو لي عائلتو كيقول ليهم راه مخلي لي التليفون راه غير هنا راه هنا راه حقا راه مشى هنا راه في السينما راه مشى مع صاحبتو مشى مع هادي، بقى مساسا فيهم كيعياو العائله ديال رجلو يقلبو عليه لقاوه ميت، ولقاو الدار مكريه، كرا الدار بحال ديالو بوراق بوراق ولدهم. ها جزائري في مراكش بحال الجزائري اللي كان في تطوان اللي قتل مرقية ذبحها ودالها الوراق ديالها ودالها الذهب ديالها، وباقي نتوما كتيقو كتدخلو من ديوركم. ويخرج وديك الصحفية المدمدومة هذيك اللي خرجت قالت ليه واش ناوي تبقى، قالها منطقة عبور، وكي جاك الحال قالها عطاوني القش العمل حوايج ولبسوني وداروا ليا. هذا راه الواقع، الجزائريين يجيو هنا كي المغاربة كيوكلهم يشربوهم يبيتوهم عندهم. أنا لقيت شحال من شمكار جزائري كيطلب، لقيت طلابة جزائريين هنا قسما بالله لا دي مونديون جزائريين، يا خو راني مقطع بيا الحبل منين جيت جاي من الجيري متزاير، هكذا ديال الطلابة الجزائريين فاتوا الأفارقة. ها ما نوريك بغيتي تلقاهم، طلع مجي ترومبوان باشكو، طلع سبع شوانط، طلع طلعة ديال سميتو ديال بن جدية، غي هما كيطلبو. بحيت راه كتقولوا هاو هاو، بحيت جبت لكم التخ ديالكم، غدا غادي نصورو نصورو وغادي نوريه لكم، غادي نهضر معاه ونصورو. والله العظيم انا هذا الموضوع ما فهمتوش، ولكن السي الغوتي لا تعقل عليه من بعيد، هي كنت نقولها لك، راه النظام له يد في
شي ما تيحسب المغاربه، لان فرط في تربيه المواطنين على حب الوطن. هذا الشيء زعما راه عنده يد فيها صارت سونتاج الله اعلم، ولكن اخويا راه المواطن راه تيخدم حتى هو ايديولوجيا. واش الناس خدموا شعب غير بالكذوب وبالتزييف وبالخيال؟ تيجي رجل تيقول لك تيقدم راسو دكتور ويبدا يعاود خرافات ما يصدقهم حتى العقل، لانه طفل. انت تشوفهم دابا في الامم المتحده كيفاش يتفضحوا قدام العالم، زيرين متعصبين مقلقين، والو ما تيشوفوش العيب ديالهم كاع. حاش واحد خارج عريان والناس يضحكوا فيه تيقول سميتو، ولكن هو ما عايقش براسو بلا خارج عريان، راه سوتو مسرعه. ايه ولكن اخويا راه الدوله ديالنا خاصها تدخل في هذا الشيء، هما مدخلينو فيها. صحيح هذا الدبلوماسي. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Alors, le commentaire que le Jazaïrien a fait dans le cabaret, في طنجة. قالت لي ترسل 2000 درهم شهريا لامها وخوتها شهريا في الجزائر. راه قلتها لكم ديك السيت دو سونداج ديال السنغال، الى ديكلاري كيليا كي لي فام الجيريان ا بارتير دو 16 ان 17 ans يخرجوا لا بروستيتيسيون، يخدموا على العائله ديالهم، وسمينها لا بروستيتيسيون دعاره العيش. ايوا شتيها، قلناها راه كيعيشوا بها. ولكن انا راه ما، لان واخا تخدم راه تخدم، ولكن كاين ثمن تتاديه وتاديه الناس. الا مشات زعما تحققت واحد النتيجه، ولكن راه تكون او ديتريمون ديال حوايج اخرى. لان الدوله عندنا دائما تدي تتعامل بداك المبدا ديال عاف الله عما سلف من عهد محمد الخامس. يعني دابا كاينين دابا المشكل السي الشاهي كيعيرونا بالمروكيات في الخارج. دابا هما ولاو عندهم رجال كترونس كيحيدوا لي تيست الفولات ديالهم وكيكبروا الاخر وكيمشيو وكيديروا العمليه البوتوكس للتلاوه ديالهم وشنايفهم، وراك شتيهم كيدوروا في لي ريزو اون باغاي سمعتي، وكيطلعوا للخليج هما وامواتهم خواتاتهم عائله كلها تعطي. وكيقول لك المغرب، نعطيك انا غير مثال بسيط، شحال من واحد مات في الايام دفاعا عن الحسن الثاني في الانتخابات في الانقلابات، وخلى ولادو يتامى صح، وبقاو عايشين بلا ميزير، وجات الناس من دوك اللي حاولوا يقتلوه واستافدوا من هذا الاصلاح والمؤسميت والله القسم الا نعرف معارضين اللي شاركوا في الانقلابات خرجوا دي ملياردير. والله ما كذبت يا سي الشاهي، راهم دي فيلا ساكنين في دي زوندروم لا ما جبدهم، كانوا دي زافوكا وداك الشيء، والله الا راهم دي ملياردير التعويضات اللي خداو. ونعطيك مشكله افقير ياك بغى يقتل المال وكل شيء، ما خداولاش الممتلكات ديالو، باقي عنده الملايير ديال العقارات في الدار البيضاء. اسمي جابه هيئه المصالحه وداك الشيء اللي دار وشدوا الملايين بصح، وشي راه ما اجوست اللي كان كيحمي النظام بروايه النظام واللي ونفس الشيء قضية الصحراء كذلك. اش تانا قبيله مسموح لشي وحدين عطاوهم رخصة باش يديروا واحد الجمعية من دوك الانفصاليين داخل الصحراء، صح؟ شي ما كاينش شي دولة كاع، كاينش شي دولة، علاش يدير المغرب هادشي؟ والله ما فهمتش. المهم يدير الله خير وصافي وتخدم خدمة تعسى الناس. الله يخليك البلاد.
انا تنطلب من الله غير يعطي شي موسم زوين ديال الشتاء. المغرب خاصه غير الشتاء، داكشي الاخر غير زياده. واش نتقول السي الغوتي على اللي قراه المغرب ونفق عليه المغرب وخد تخرج طبيب في المغرب وما نعرف شنو دار ليه وخرج وغار لحو البحر ديك الجهه وبدا تيسب في المغرب عدد كبير منهم مبيت. ولا يا دي الله يدي ما خلقه صافي الله يلال شاين نقول لك طعام ديال المغرب سبحان الله العظيم بحيث يوكل الناس السم تيشد الواحد ويرضى. مرحبا سي منوار. واش ميجو في الاخر اول حاجه يعطيه يا ربي الله يحفظ ديك البلاد وصافي هذا ما نقولو والله ربي اللي تيحفظ المراه الناس ما عندها ما تدير. يا ودي ما رحناش نهضروا على الجيري، راه الجيري هي اللي راه تهضر علينا، راه الجيري هي اللي مشات للامم المتحده من البارح وهي محيحه على البوليزاريو، راه ماشي حنا. حنا راه ما على بالناش بالجيري، ما على بالنا لا بالجزائري لا بالجيري، الجيري هو اللي خصو يعطينا اتساع، الجيري هي اللي خصها تعطينا اتساع. فين راك؟ راك هنا ولا فين راك؟ غير تيبقى فينا الحال وصافي. مسيور غنسيب بوغ كلوغ هاد لو دوسي هذا شفت عمرو تكلوغ الانترفونسيون ديال داك دو فيلبان زعما كان تنقدرو صاحبي وتنحترمو كان معاه داك الشيء راه خبيت هذاك الموقف ديالو اللي كان داير في حرب الخليج والى اخره ودار واحد الانترفونسيون سبحان الله العظيم زعما بنادم فاش يكبر الاخر ويعتزل تيبغي زعما ديما الشعب بغيت تلعب على بنادم قال لهم لا حنا خسرنا قالوا الجيري بوغ ريان الموضوع ديال الصحراء مايمكنش قال لي فرنسا كوم سا تنوض وتدير تاخذ هذا الموقف خاصها تعتمد على الامم المتحده تتفصل فيه الامم المتحده بناء على القانون الدولي والله العظيم استغرب شوف سبحان الله العظيم ما بقى عنده والو ما بقى عنده اوكان بوفوار دابا راه تهمش حتى واحد المقاده الدافئ ولا تلعب على الشعبويه السي الغوتي والله تنحكي لك واحد القصة أنا وقعت لي فاش كنت نائب مستشار جماعي في واحد الجماعة في النواحي ديال خنيفرة دار واحد المشروع ديال واحد السد سميتو دشر الواد راه معروف السد دشر الواد يغرم الوسيخ واحد المنطقة جاية بين شدة واحد لاكومين غير سميتها وومانا واحد لاكومين سميتها زاوية الشيخ راه تذكرها بعض المرات ست كيلومتر وومانا والمهم جا داك المشروع هذاك المغرب شد ان كريدي مولو البنك الكويتي وجاو الناس قال لك اودي راه نديرو سد كبير على واد ام ربيع ايوا فاش جاو وكنت انا تماك جاو الدراري من الرباط المهم لا كوميسيون داك الشيء قال لك اودي خصنا باش نحسيو يعني داروا خلاص حسبوا لي زكتار وداك الشيء اللي كاين الاراضي اللي كاينين وجاو وعطاو للناس 6 شهور باش يحيدوا لي ديفيرون بيناتهم الا كان شي وارد الورثه يتفصلوا باش فاش يبداو يخلصوا الناس كل واحد يشد ديالو قسما بالله هادشي اللي قلنا وفي جوه ديك 96 97 المهم السد راه كبر راه دار وراه الا مشيتي للمنطقه تلقاه مالوغوزمون مربيع ما طاحش حتى ليا مع هاد السنين ما عمرش داك السد على اي وهما يجيو المره الاولى ودي السي الغوتي وجاو تيحسبوا الحقوق السطحيه جاو تيحسبوا الحقوق السطحيه فاش مشينا مع الناس حنا عندنا داك عرفتي ديك اليسار باش تربينا دائما تنشكوا في الدوله وخايفين لي ياكلوا المواطنين تيقول لك الدراري انت حنا راه موظفين راه جاي حنا تنضربوا على المصلحه ديال هاد الناس الفلوس راه خارجه لهاد السد حنا ما وتيحسبوا ودي السي الغوتي عرفتي الزعتر اذا كان نايض تيديروا شجره داك الحقوق دابا السطحيه شي شجره ميته لاويه كاع شجره الا كانوا ثلاثه اربعه يديروهم عشره المهم الناس فاش خرجوا لي الشكل الناس ضربوا دقه ديال الملايين ايوا الناس تيصحابوا واش هذاك هو صافي هذاك واحد داسميلو واحد النهار عاود رجعوا قال لك الحقوق الباطنيه الا كانت غير شي حفره ما تيحسبوها البير تاع هو عنده واحد القدر ديال الفلوس كان شي حيط من القرن السادس عشر ولا الخامس عشر ولا الثاني عشر غير شي حيط صافي بقى فيه غير شي ميم با
3 سنتيم ولا تيتحسب بمنزل عاود خرجوا لي الشكل الناس ما كاينشي ترى هذا دي مليار زاد مليار راه كاين بنادم اللي ولي مليون ساكن دوك الناس ديال ديك المنطقه كاين اللي ما عمره ما شاف ما شاف الفلوس ايوا انا قلت صافي هذا هو الحد واحد النهار عاد جات المعمعه الصحيحه وهي ديال الارض والله ودي السي الغوتي بقيت انا غير وقلت شوف هذا الموقف انا هذا الموقف ديال الشك اللي عندي من هذه الدوله قول دوك الدري قال لي خويا انا انا قال لك راني انا موظف ما طالب منه ما غادي ندي والو وانا قال لك عندي شي يعني الدوله مسطره هادشي ما كاين حتى شي وقلت لك دي مليار زاد دي مليار غير الناس مساكن طاح عليهم الفلوس دقه واحده ما عرفوا ما يدير لهم شراو لي تراكتور هاد شراو دوك الماكن ديال الطحين يعني كيفكروا بالتفكير يعني تصور انت وقلت لك واحد المنطقة تيقولها أزغار بشلوحة أزغار واحد المنطقة ما تتكون بورية ما تتنبت ما والو والو إلا بغي بها هذيك الساعة وما كيش اللي يعطي فيها حتى القطار ما يجيب حتى يقدر مثلا ب 4000 درهم ولا ما يوصلش وحتى ولات الناس الملايين وانت ماك فهمت أخويا بينا راه أغلب أغلب زعمل زعما لي بريجوجي اللي عندنا الدولة والله الا غالطين بالله هذه تجربة خاصة راه ما كاينش الظلم في ديك البلاد كاين ظلم كاين فساد ولكن داك الفساد الى انيرون للطبيعة البشر الرشوة كاينة لان كاين اللي يعطي ما كاينش اللي يغوت كاين انا نقولها فرونشمون فهمتي كاين المظاهر ديال سميتو ولكن راه ما يمكنش يدار الى ما كان الى ما تكونش مواطن خاص المواطن اللي تكون الهضره علاش تهضر دائما شكون هاد المواطن خصو الدول وتبعوه وتقريه ويمشي واحد البيئه سليمه ويعرف الحق ويعرف الواجب والى والله بلاتي اي ولا رياليتي هي هادي ابو الشاي هي هادي اخيري والما ما طولت عليك هاد لوتي ما طولتي والو مرحبا بك السلام عليكم سي الغوتي كي داير كلشي بخير الله يحفظك بارك الله فيك واش نعقب على القضيه ديال التصاره هذه كاينه ولات بزاف فواحد الطبقه في المغرب وسيرتو ديك الطبقه اللي تنقولوا حنايا فقيره انا بعيني هذا الصيف هذا طلعت انا والوليدات والمدام وطلع معايا واحد من الخالتي وطلع حتى هو بلوش طومبيل طلعنا لواحد البلاصه جيت مريرت تيقولوا لها اروكو جايه في الجبل مع ديك المنطقه في الصيف كتكون سخونه نيت راه 40 دوغري 44 في النهار في الليل في الليل ديك البلاصه كتكون برده الناس كيطلعوا وديك البلاصه صوبات الدوله دارت دي جاردان بدوك العيون ودارت دي بانغالو على حساب دوك البيئات ما زعما الصراحه والباركينغات داكشي صابوه دابا ما عنديش حتى شوف الا شي تصاور صيفط لك داكشي صابوه شحال كان عشوائي وليني مبرد يعني كتخيل انت كتطلع من مريرت كتلقى كتخلي مثلا 38 دوغري بالليل كتطلع تما كتلقى 26 24 يعني مبرده ودار ديجا المهم الدوله استمرات خسرات زبال الفلوس دارت الباركينغ دارت الجوندارم دارت دي كيوسك تما بحال لي كيوسك داكشي زوين بالخشب بحال داكشي اللي كتشوف ايفران في دوك ولا هنا في ليزالب ديال السكي داكشي زوين تشرب حريرة العاصرات مهم تكا الناس كيجلسو تكاو تيتبردو واحد الساعة كنسمعو طيطيط داك الألعاب شي دوك اللي كيديرو في الماتشات في إفريقيا دوك الكلاكسونات طيطيط بحال هكا دانكو داكشي كتسمعو طيطيط أو واش هاد الصداع هذا كتسمع الناس كانوا متكين بداو كينوش واش هاد الصداع كيبان واحد خينا جا فرش تما كيبيع شي نفاخات وكيبيع هاد الكلاكسونات وكيبيعوا داكشي ديال الدراري الصغار واحد الساعة صافي واحد الساعة كيبان لنا دوك الخزنية واحد الخزنية جايين عند داك السيد وانا كنشوف جاو عندو قالو السي محمد قالو راه شناك وراه انترديت تبيع هنا قالو هادي راه بلاصة كيطلعوا الناس كيتصنطوا لعظامهم كيتبردوا شي شوية وكذا وانت جاي هنا برصت عباد الله ويقول له اش بغيتي دير قالو ما ترزقش انا ولا جي انت كذا كذا قالو السي راه كنهضر معاك بأدب احترام راسك ما قالوش بغيتي دير انا راه عندي اللي يعني عندك اللعبه اللي عنده سيدو عنده ولا لا اقسم لك بلي كنشوف هادشي بعيني واش تبع هذاك المخازن قالوا بغيتي تقول دابا غادي نجمع لك كلشي قالوا ماشي تحشم وبقى تيغوت والناس شي وحدين بدا تيقولوا صافي هذا سيدي تيقولوا ما عندكش الحق تبيعنا
وبقى تما وشنو بنادم ما يعيش وبنادم ما يترزقش وكذا وكيغوت. وانا واحد الحاله اقسم لك بالله العظيم دوك المخزنيه يعني والله العظيم الى شافوا تاعي قالوا له شديه قالوا له بقاش بيه غير دوك الكلاكسون دوك انا واخويا انا بعتهم اللي كيصوني وماشي انا قال له راك انت اللي جايب هادشي ومع ذلك مازال مخرج عينو صافي صافي شافوا تاعي واحد ساعه كانوا بغاو يجمعوا له صافي تبداو يجمعوا له صافي شنو قالوا له غير خليه ما تخليه كذا وصافي في الاخر قالوا له بغي ما تبيعش دوك الكلاكسون طرا برص تاعي باب الله راه انتيردي اصلا تبيع تما وبقاو الناس كيزاوقوا في داك المخزن صافي وهذا هي اللي بغيت نقول لك العقليه ديال المغاربه كيعرفوا غير لي دووار كيعرفوا لي دووار فهمتي هادشي اللي بغيت فريد تي سوفر تي سوفر تي فو كو جو جاي دورمير سير تنعس انت كتعاود واحد اللي كنت كانت في واحد السهره كانت دارت هذيك شابه زينه الدودي يا ربي كانت دارتها هنايا في فرنسا زعما دارت في سواغي ماروكان بالعشاء بكل شيء الناس كتخلص كتفرج كتعشى عاود يتفرجوا قصار المهم قالت لك واحد تقريبا واحد 85% كانوا غير مغاربه وجايين قراقيرو معاهم جايين تما المهم المغاربه غير ناشطين كذا كذا الدوديه بغات دير بليزير لي زالجيريان دارت لهم دي شونسون فيت في الجيريان ما عليناش قالت لهم المهم جات قالت واحد الوقت ديال العشاء حنا كنتعشاو قالت المغاربه مع كاين داك السيلونس والعشاء مازال ما تحطش قالت بداو تيغنيو ديك العيون عينيا الصحراء كذا كذا واحد الساعه قال لك وحنا نسمعوا لي زالجيريان هزوا الترابوا ديالهم بقى 1 2 3 فيفا الجيري شتا 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 يلا كيتلصقوا وخصهم يخصهم يبينوا العالم بانهم راه بحالنا راه حتى حنا زعما عندنا نفس الثقافه نفس كذا كيبغيو هذيك الهويه اللي ما عندهمش يتقربوا لنا باش يتشاركوا معنا فهمتي اش بغيت نقول وخلاص راك في راسك الفيديو ديال وحده جات عند الدوديه قالت لها عطاتها الدرابو ديال الجيري بغاش تاخذوا الدوديه قالت لها لا شكرا قالت له ولاني عجبتني هي على ما تعاودوا الا ما عاودت ديك البنت قالت لهم زعما الدوديه من بعد بدات كتغني بدات كتغني اغاني ديال المغرب وداك الشيء ديال العاش الملك وواحد الاغنيه فاش كانوا تيقولوا 1 2 3 فيفا الجيري وناضوا شي مغربي تيغنيو تيقولوا 4 5 6 فيفا محمد 6 المهم هادشي اللي بغيت نقول لك شكرا شوف راه هما يسيدونتيفي او ماروكان مالوغوزمون هادشي راه واقع سمعت هادشي راه واقع عندهم ما عندك ما دير ليهم وفين ما كان المغاربه تلقاهم وكتلقاهم سابقينك في لسان فين ما مشيت تلقاهم الجزائر وصغائم ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين وركعا الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون كنا في المؤخرة نتاع افريقيا اليوم اقتصادنا هو الثالث في افريقيا كنا اكبر نسبة تنموية في البحر الابيض المتوسط في افريقيا واش نتقطعوا لنا الضوء في 31 اكتوبر ما بقاتش في ديبي اكتوبر دابا حتى عطيتونا زدتونا شهر 31 اكتوبر ياك نجمعوا الشمع هذاك الشمع اللي غادي نجمعوه ماشي غادي ندوروا به غادي نحشوه معاكم وحده بوحده ولا علي اذكر الجزائر وصغائم ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين وركعا الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون كنا
في المؤخرة نتاع افريقيا. اليوم اقتصادنا هو الثالث في افريقيا. كنا اكبر نسبة تنموية في البحر الابيض المتوسط في افريقيا. دابا حنا مقصرين، دابا كدوي معايا كتقول لي اوبلي لاجيري، واش انت مريض مع عقلك ولا واش نتوما خاسرين الملايير على المغرب؟ حنا راه فابور خدامين، ها هو هذا والعاليه وكي دايره بقيله. واذكر الجزائر وصغائن ذكر اسمها تجد الجباب رساجدين وركعا. الحمد لله الذي نجانا واغرق فرعون. كنا في المؤخرة نتاع افريقيا. اليوم اقتصادنا هو الثالث في افريقيا. كنا اكبر نسبة تنموية في البحر الابيض المتوسط في افريقيا. قبل ما تنام حنا مقصرين تاع مالك صاحبي، دخلتي صافي بديتي بميمي وبديتي ها تلفتي دختي ولا كيفاش؟ ها حنا مقصرين بلا ما يبقى فيك الحال بلا والو. حنا السلام عليكم سي غوتي، تحيه من بلجيكا خويا. تشوفوا هاد فديك اللجنه وقلا بجبد الربيع مع شناهي هذيك في الامم المتحده، بغض النظر على داك النباح ديال الكلاب ديال الجزائر، كنشوفوا هذيك الممثله ديال المغرب كنشوفها كتهضر بواحد يعني تبارك الله الموظفين ديال الموظفين الساميين، وكنتمنوا احسن احسن الناس خصوصا بحال دابا الحليمي فاش قال بصريح عباره، قال الجزائريين قال لهم سيروا بحالكم، قال لكم كانت عندي السلطه نحطكم في الحدود وسي بغيت كل خصو يدير عطوا الاتساع. راه قلت لك السي الغوتي راه اكبر ضربه قاضيه شي كما كان قال هذاك الكلب ديال اللي كان قال سميتو هذاك اسميتو هذاك اللي كان قالها في واحد الوقت، قال لك يجب على الجزائر اصلا طردوا مع شحال هي هذيك 47,000 عائله وهذه داكشي اللي كان قالها الكلمه تاع سميتو نسيت على سميتو هذاك ديك الساعات باقي بلون نوار كان قالها. دابا راه نفس الشيء كنقول انا كنقول والله اللي شان عظيم وتحرم الجزائر من دخول المغرب الى الجزائر الى تدير فايت، اموال كثيره كتمشي من المغرب فهمتيني، وراه فعلا الجزائريات بالالاف تيخدموا في الكباريات وفي البيران وكيفضلوا صحاب العبار، واكبر دليل بانهم تيجيبوا هذوك النانو وذاك التخربيق وذوك راه كاينين بزاف ديال المغنيين كيجيو كياكلوا من هنايا. علاش؟ لان كاينين جزائريات كينشطوا وكاين حاشاك حتى هذوك الشيء الاخر ذاك النقوشه هذوك تيمشيو مع التوريست وتيمشيو مع جميع يعني كانت واحد الفئه ديال المغربيات الله يحسن العوان كان الفقر وداك الشيء، دابا ولاو تينافسوا المغربيات ولاو 40 فوا لو نومبر ديال المغربيات في الكباريات. المغربيات تيشكيو كندخلوا ولاو تيشكيو المغربيات تيقول تلقاو على الجزائريات واحتراما الخوت ديال هذا ديال تونس كاين القليل من التونسيات، اما الجزائريات بلا حياه بلا حشمه النظام ديالهم كيعايرنا وكل شيء وهذه وهذه هما براسهم تيعايرونا والاموال وفعلا راه كاينين دي زابارتومون كيفضلوا حتى دوك الناس اللي كيكريو لي زابارتومون تيفضلوهم تيكريو لهم ثلاثه اربعه ديال خصهم ثلاثه تيكريو ثلاثه ديال البنات الجزائريات تيحرموا عليهم بانهم يجيبوا بطبيعه الحال يجيبوا
بيديروش الظهره، ولكن ملي كتسالي من الظهره كتجي كتروح لابارطمون ديالها كتلقى صاحبتها مجدله الغدا مجدله العشاء مجدله، وكيضحكوا ناشطين مع راسهم، تيصوروا كل وحده فيهم تتصور اكثر من 1000 سميتو من 2000 اورو، هي ديك 2 مليون مغربيه 220000 درهم مغربيه كيصوروا الوحده الوحده. عرفتي راه تيخدموا بواحد الطريقه ما تذكروش في لي كاباري، وتيهضروا تيهضروا بحال المغربيات، تقول لي انا واه انا راني من وجده حاجه واش مجده من داك النوع. هادشي باش تيغطوا على نفوسهم في طنجه في الدار البيضاء في مراكش في اكادير ولا دخلوا حتى لفاس، ومع هاد الكم الهائل ديال السياح اللي داخلين لقاو لي كليون، لقاو لي كليون بزاف وكي في المغرب وتيسون باسي بوغ دي ماروكان، هاد اللي كيقدروا راسهم ماروكان. هاد اش نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. اكبر ضربه ضرب بها الجزائر النظام الجزائري والاقتصاد ديال الجزائر هو تحرمهم من المغرب وتصافي تلغي جميع الاتفاقيات، وتقول لهذوك كما قال السي حليمي هاي واحد فيه النفس جزائري كبر شان ولا صغر شان، وراه انت عندك السي الغوتي انت في الكلوب ديالك راه الجزائريين تيجيبوا ولادهم تيلعبوا في الكلوب عندك، راه مسجلينو في الكلوب عندك، راه بلا حيا بلا حشمه. انا كنقول النداء الجزائريين فيكم النيف، خرجوا من المغرب ما بقيناش حاملينكم. واكبر دليل هما كبار الموظفين السامين ديال الدوله ما حاملينكمش، راه كاينه واحد 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 الريح فسميتو عليه غاديه في المغرب، ما بقاوش حاملين الموظفين الكبار، ما بقاوش حتى الموظفين سميتو. وهذه غاده مزيانه، هذه روح مزيانه، من هنا لواحد 5 سنين الشعب المغربي غادي يكره، غادي ينوضوا ينتفضوا ضد الجزائر، ما بغيناهمش، ما فيهم نفس تعايرونا ويجيو يخدموا عندنا ويجيو يقطعوا عندنا ويجيو يدوزوا السياحه عندنا، بحال داك الكلب اللي كنضرب داك الدري، داك لقى داك الدري صغير دق عليه في اوتيل في طنجه وضربوا بصرفيقه حق روحه، حتى هما حكاره. اما كون واحد عطى صرفيقه كون داك البروش كان حار كون عاود لموا واحد الدماغ اساس لموا سنانو غادي غادي يسكت. جيتي في كازا ويشوف، ولكن شوف ولاد الحرام تعرفوا مع من يديروها. انا راه سناني اللوبيا وكنقول للجزائريين خاوة ما كاينش مشكل معاكم، الشعب الجزائري والنظام الجزائري انا كنحبو بزاف لدرجه انني كنتمنى القنبله النوويه ونوريك خاوة. شنو القنبله النوويه ديال بصح ولا غير مسرحيه؟ نوريك خاوة الشعب الجزائري، هذه خاوة ديالي. هما اللي غادي هما كون كانت عندهم كرم الحاوك شحال هادي والله ما يعقلوا عليك بالله. خويا الغوتي مرة كنبقى نفكر واحد القضية اللي هما تيقول لك زعما يعني إسرائيل باغا تجسس المغرب باغي تجسس أمريكا باغي تجسس، ما نكذبش عليك أنا كنقول لك أنو هاد الدول اللي تبغاو يتجسسو على الجزائر حاجة وحدة علاش يتجسسو، أنا نقولها صراحة يعني خصهم يعرفوا ديك لا ميثود ولا داك لو سافوار ديك الطريقه اللي داروا باش خضروا ولا اوندوكتريني لا بوبولاسيون الجيريه، باسكو سي ترو. هادي سي فري، هادي خص يعني شي دوله تشوف كيفاش يعني تجسس نيت عليهم باش تشوف كيفاش دار داك لو ريجيم عندهم باش داك النظام باش يقدر يغسل الراس ديال سمعنا نقولوا اكسبرو سي فري. هذه صراحه كلشي مخضر يا صاحبي، راهي انكرويبل ما كاينش في بلاصه اخرى وما غاديش تلقاه. ما توش فوز داكور افيك مو با لا سوش. انا تنقول اذا كان شي دوله بغات تشسع الجزائر غادي تبغي تشسع على هذيك الطريق. اسمع خويا ياسين، اسمع جاتك على المغرب، انا ما جاتكش على فرنسا لان كنت جدودنا الرئيس انت وانا مازالهم في المتحف هذاك، جاتك نورمال نسكنوا عندهم وامنية حياتي نتغرب ونجي نقرا في فرنسا. وهذوك واش داروا؟ ايوا قلت حاجه انا بعد انا ما فهمت والو. جاتك على المغرب، انا ما جاتكش على فرنسا لان كنت جدودنا الريفه انت وانا مازالهم في المتحف هذاك، جاتك نورمال نسكنوا عندهم وامنية حياتي نتغرب ونجي نقرا في فرنسا. وهذوك واش داروا؟ ايوا قلت حاجه انا بعد
على المروك، انا ما جاتكش على فرنسا لينك تجدودنا الرئيسة انت وانا مزالهم في المتحف. هذاك جاتك نار ما نسكنوا عندهم وامني حياتي نتغرب ونجي نقرا في فرنسا، وهذاك واش داروا؟ ايوه قلت اصحاب انا بعد هذه راه بنت بلادك هذه خاطينا احنا يا خويا اللي كتستعمل الدوله باش تخسر المخ ديال القراقيرو. حتىش راه كيبان لينا هادشي سي طرو كبير صغير كلهم عندهم نفس اللوجيسيال نفس الهضره، مازالين عايشين مع الموتى الشهداء. الناس مات 60 عام هادي باقيين عايشين معاهم. هذه هي الحاجه الوحيده تنقول انا اذا كانت اسرائيل ولا المغرب ولا فرنسا تجي الجزائر، هذا هو الاوبجيكتيف ديالها. اشنا هي هالطريقه هذه خويا؟ رات انا كنتعجب والله ما فهمت كيفاش استطاعوا انهم راه قلتها تقريبا واحد 6 سنين كندوي ناضولي كاملين، عرفتي واحد الحرب دايرينها معايا انايا. وزعما الصراحه راه عندهم بروبليم معايا انايا، ما نكذبش عليك، العائله كلها نايضه كامل. كتبان لك اللي خدوا معايا فريق في سونتر دابيل غير باش نجاوبك على القضيه هذه ديال المغاربه والخدمه. اقسم بالله لا هكا حرفيا قالوا لي، حرفيا قالوا لي بانه لي ماروكان لو فول با ترافايي إلا اباندون فاسيلمون. قال لي إلا اباندون فاسيلمون بصح، حيت كيشوفوهم فاش كيدوزو ديك لا بيريود دي سي كيبداو غير كيشدو البخوميي صالير كيكيتاو، أولا الدوزيام صالير كيكيتاو، شهرين كيكيتاو كاع إلا فاتو دو موا كيتخلصو كيكيتاو. قالوها وماشي غير في لي سونتر دابيل، وما لاحظوها إفريقي جا غير البارح جا المغرب ولاحظ بأنه المغاربة ما بقاوش باغيين يخدمو. الأغلبية واحد شريحة كبيرة ديال المغاربة سون دي فاميون، كاتاستروف هادي. كيفاش بغيتي الدولة ما تفضلش الإفريقي على المغربي في الخدمة؟ حيت كيشوفوا لا برودكتيفيتي ديالو، كيشوفوا المردودية ديال الإفريقي كيفاش دايرة. الأفريكان كيخدم، هو كيخدم أقل صالير وكيخدم كيصبر كيجمع الفلوس كيتعلم، غاد ليه تلقى دار دار ومزيان ومقري ولادو مزيان حيت كيصبر. المغربي بغى كلشي فاسيل، مو بغى يخدم دابا ويدير دابا الفلوس ويدير دابا الديور والفيلات وما عارف فين، بغى يملك الدنيا والدين دابا، وما هو ما عندوش هاد القضيه ديال لي ريسكي يدخل المقاوله ريسكي يخدم يتكرفص يصبر يجمع الفلوس يريسكي يدخل في شي مشروع في شي ماشي مشكل. لا ما باغيش هو راه قلنا هو الفوي بتزو الدوله خصها ما يلبيليكي. هنا سؤال مزيفتو السي زرتهم عند إعادة التربية، لماذا الشعب المغربي مسعورا على قضايا غيره وناسي قضاياه الجوهرية؟ لماذا الشعب المغربي مسعورا على قضايا غيره وناسي قضاياه الجوهرية؟ دابا لاحظتوا دابا لي كومونتير هنا شحال ديال دخلوا كيسبوا يعايروا، بورتو راه ما كنجبدهمش، هما حنا كندافعوا على الصحراء ديالنا غير الحدود ديالنا، وكيدخلوا يسبوا لنا وكيقولوا لنا ما تديوا الصحراء وعجبنا دومير ودومير عجبنا ودومير ما كانش شنو قال دومير، ضحكوا عليه الناس. قال لك تماما، والغريب ولا شعب عربي يخرج مظاهره مسانده فلسطين الا نحن مغاربه، مظاهرات شبه يوميه حتى كرهونا في فلسطين. هذا الناس بدات كتفيخ، انها اللعبه السياسيه، وكل من يخرجون من تنظيمات سياسيه معلنه مثل العدالة والتنمية وأخرى سرية مثل اليساريين كالبرنامج المرحلي والإسلاميين كجماعة العدل والإحسان، كل هؤلاء يقفزون على حبل المواضيع الشعبية ويلقون خطابات ديماغوجية لكسب ثقة الجماهير الشعبية، لكن المغاربة والحمد لله يعرفون الصالح من الطالح مهما تلونوا بألوان الطيف وألوان الربيع، ألوان الصيف مش الطيف، ألوان الطيف ما عاد ألوان الصيف،
فالشعب ذكي وواعي بالوصفري أن المغاربة ما بقاش كدوز عليهم ونسيتهم. سمعتي المغاربة ما بقاش دابا لي خوافين ما عندوش هاد الصبر هذا ديال نجمع الفلوس ونمشي ندير مشروع ولا هذاك كيبغيوها سهله. وعنده الحق عنده الحق هاد سميتو هاد الافارقه اللي قالوا لي راه ما بقيتش نقول لهم حيت عنده الحق ما لقيتش باش ندافع على ولاد بلادي. عنده الحق كاينين مغاربه بزاف كيخدموا ما شاء الله عليهم كيدمروا ولكن راه واحد الشريحه مهمه راه دافانيو صراحة عنده الحق ما لقيت باش نجاوب قال غير حق هذه هي الحقيقة اش فيلي كاين. وخاص دور الإعلام هنا يخدم خاص الإعلام يوعي المغاربة والتعليم تعليم كاتاستروفيك خاصو يوعي المغاربة يربي فيهم روح الوطنية ويعلمهم الخدمة يعلمهم شناهي الخدمة ويعلمهم حق الفلوس خاصهم يعرفوا حق الدرهم خاصهم يعرفوا بحق الفلوس ومنين كيجيو الفلوس. راه حنا في المدرسه ما قراوليش على الفلوس منين كتصنع الفلوس لا كرياسيون د لا موني حنا ما قريناش في الكوميرس تا شو الكوميرس شو لا فاك شو الكوميرس التجاره لا موني لا موني فيدوسير لا موني سكريبتورال عاد عرفنا بانه لا موني كتكريا اترافير لي كريدي بلاتي واحد دقيقة شو البيع والشراء شو الناس كتبيع والشراء شوف كيبيعوا سي الفيسبوك الكوفيات سا مارش تخي تخي بيان خدامين مزيان انت حنا مغاربة دابا هادشي اللي كيروجوا ليه دابا هنا انت هما بيا بلا ما ندير لكم الصوت كيبيعوا ويشريوها انت خدامين كوميرس سا مارش تخي تخي بيان شتيها هي و الدرابو و التوني ديال زياش و هادي راه هادي راه ماشي ديالهم هادي راه بلا ما ندخل للتاريخ ديالها هانتا مرا و راجل كيبيعو و يشريو مدبري على راسو الاشهار كي داير شتيه يلا السلعه ديال المغرب هزها الماء دابا il va faire sortir le marocain de leur identité marocaine باغي نردوهم ولاد الكوفيه ولاد سوريا ولاد الدبكه ولاد ولاد شتي الكارثه اللي عندنا في المغرب اننا ما قراوناش على الفلوس قبل في المدرسه يعني في البريمير في الكوليج في الليسي حتى الله فاك عاد كنقراو ولكن داكشي كيبقى تيوري كومي نابل بزاف ماشي شي نيفو وفاش كنمشيو لسوق شغل كنصدمو بحال دابا انا فاش نعطيك مثال فاش قريت لا كونطابيليتي في لافاك ولكن فاش مشيت درت ستاج في لا كونطابيليتي لقيت واقع اخر داكشي اللي قريت ما عندو حتى شي علاقه فاش تحطيت في الامر الواقع يعني في لو تيغان فاش دوزت ستاج لقيت داكشي اللي قريت من لا علاقه مجرد تيوريك خاصنا نطلعو النيفو ديال التعليم ديالنا اللي بصراحة تخي با كاتاستروفيك والإعلام اللي خاصو يوعي المغاربة بالتشبث بالوطن بالتمغربيت بالوطنية وبالعمل خاصو يوعيهم بأهمية العمل وبأهمية الكفاح والنضال الكفاح ديال بصح يعني الدمير يعني الخدمة راه فهاد الوقيتة والله لا قفرت لا فورتي والله لا الا ما دمرتيش وكافحتي وصبرتي طحتي ونطتي وهذا والله لا وصلتي وخا تمشي للخر ديال الدنيا حتى في امريكا كاع ما تخافي الدوله راه كتعطيهم انا خدمتي العقل عليك شي واحد غادي تنعس امك في الزنقه غادي تفرش كارطونه غادي تنعس تماك في الزنقه في البرد وفي الشتاء وفي الصيف وفي الثلج والله لا تسوق لك شي واحد وتما راه الطب عندهم غالي بزاف غالي غالي بزاف ما عندهمش بايا سبيطارات المخزن بحالنا ولا نعاودوا له هاد خينا اللي راه عاير فينا نعاودوا ليه بنت بلادو سمعتي على فرنسا لينا كنت جدودنا
الرئيس انت وانا مازالهم في المتحف. هذاك جاتك نار مع نسكنوا عندهم وامنية حياتي نتغرب ونجي نقرا في فرنسا. وهذاك واش داروا؟ ايوا وتصحاب انا بعد جاتك على المروك. انا ما جاتكش على فرنسا هناك تجدودنا. ها الرئيس انت وانا مازالهم في المتحف. هذيك جاتك نورمال نسكنوا عندهم وامنية حياتي نتغرب ونجي نقرا في فرنسا. وهذوك واش داروا؟ ايوا يلا ايوا بتبلادكم هذه سي فوتر في مام سبيطاره ديال البريفي رخاص على ديالو ومرا الغلا اللي صامر طالعين ولكن في المقابل راه تكاليف العلاج شاعلة بزاف غالية بزاف لا تطاق. يعني إذا ما كنتيش في واحد النيفو اللي ايزي ما غاديش تقدر تسد المصاريف ديال العلاج. ايوا المغاربة بزاف ما عارفينش مغيبين تابعين القضايا العربوشية وناسين الواقع. ما هوش مشكل ماشي مشكل احنا مقصرين معاهم. احنا دابا المشكل اللي عندنا هو كي قالوا كل شيء لاحظ ان المغاربه ما عندهمش واحد المام واحد كلمه موحده حول القضيه الوطنيه وحول العدو الواحد. الجزائر خلقوا عدو وهمي لانه ماشي عدوهم وتآمروا عليه وتكالبوا عليه وغدروه ويريدون أن يقسموه متفقين كاملين في الكذب. بينما المغاربة اللي عندهم موقف شرعي وتاريخي وأصلي وحقيقة تاريخية ما كاينينش ما كاينينش ما موجودينش ما عندهمش غير على هادشي. إن غروند بارتي إن غروند بارتي كي بريفيري يضرب الكوفية ركشتيه ويضرب الترابو وما عنده غراض يموتوا مغاربة يتسلخوا مغاربة يتقصف المغرب ما عنده غرض يسون فيش با مال صافي. ايوا بالنسبه لهاد القراقي الجزائري اللي كيدوروا في بلادهم تهما كيبتزوا بلادهم كيهضروا الحقيقه كيعيطوا لهم الكبرنات كيعطيهم فلوس كيوليو ضدنا كنتيقش فيهم كاملين. لا هادي اللي دوات هادي ولا اللي كاع المعارضين ديالهم كلهم كيسبوا ملك المغرب كلهم كيسبوا ملك المغرب هكذا عليك. وهاد السيده اللي قالت دابا الاخت اللي دوات على المغاربه سي دي فري فينيون انا كندوي على كازا نعرف في كازا المناطق اللي ملي كيخدموا ناس ديال زاكورا ناس ديال تكالا ناس ديال اسفي ناس ديال الصويره. انا شفت العكز غير في الدار البيضاء الدار البيضاء اللي عندهم كاع شو هما المناطق كلهم كيخدموا كيجيو هنا في الشونتي كيخدموا الا ما تلقاو مع شي واحد تصرهم وبلاهم فهمتي البلياء او يخرجوا يصور دوك فلوس يطلعوا العين ديا ولا شي حاجه. اما الناس شتم في كازا ما كيبغوش يخدموا ما كيبغوش يخدموا ما كيبغوش يقراو ابار دوك العائلات اللي والديهم ردين لهم البال لو بون اكومبانيومون. كاين اللي باقي صغير وكانت الدوله ما عطاتني والو باقي صغير اج ما الدوله ما فيها والو عاد ما دوش حتى الباك يقولك الدوله راه ما فيها والو. هذا الشيء جابو من المدرسه عند الاستاذ الاستاذ اللي كيقول ليه البلاد راه مشات دري عاد ما دوش حتى البروفي الله في الاعداد يقول لك البلاد ما فيها والو منين جابها من عند الاستاذ. راه الاساتذه هما اللي كيحيدوا الوطنيه في الدراري ويحيدوا الامل ان غروند بارتي فيهم كنقولش كل شيء ان غروند بارتي كيقول الاستاذ قالنا ما كاين حتى بلاد دبروا على راسكم سيروا برا. الدري كيقرا في الاعداد يقول لك ما بقى ما يدار كون كان عند شي استاذ وطني ويكون ان فري كوتش مونتال يعلم الدري تكون عنده الثقه في نفسه. راه كاين شي اساتذه كيكرهوا الدراري في بلادهم وكيفقدوا الثقه في المستقبل عدد كبير كاين غير كنتلاقى معاهم سمعتي. يا الله يعطينا ان شاء الله يعطينا الفيضان قد ما ينفعنا احنا مالنا سمعتي احنا واقفين على الشتاء. ايوا السلام عليكم سي غوتي تحية من بلجيكا.
خويا تشوفوا هاد في ديك اللجنه وكلا اللجنه الرابعه كاين المغربيه اتفق معك راه دوزتو دوزت هاد الاوديو دوزتو راه تعاود ولا كيفاش؟ بغيتي الرقيه الشرعيه هي الاولى لي بارو خصهم يكونوا مسؤولين على وليداتهم يقابلوا وليداتهم هذا هو المعقول لي بارو مي ميكونش مسؤولين راه مكاين والو Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon, il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. On va se mettre là. Yadi. صباح السلام عليكم خويا انا الجزائريين ما فهمتش علاش فرحانين قال لك داروا في واحد فداك الشيء قال لك دومير قال في هذا في اللجنه ايوا المغرب راه مقهورين ساكن راه بغاو غير شي حاجه حيت واحد ما لاحظتش واحد القضيه راه هما راه والله اقسم بالله الا العظيم لا كثير من اليوتيوبرز المغاربه وهاد الناس ديال سميتو لي ديال اللي ديال في الانترنت كاملين فاش ما كان في يوتيوب ولا في هذاك اللي كيبداو يتناقشوا معاهم الجزائري راه تيحس براسو انه عنده قيمه راه ما عندوش قيمه راه احسن حاجه بغيت تضرب الجزائري هي تقول لي سير في حاكم المغرب تمنعو من المغرب وما تلاقى معاه في اوروبا ما تشوفش فيه عارف سيرة اكبر ضربه انك تنخلو ما تهضرش معاه وهذه قضيه ديال حيت هما بغاو غير شي حاجه المغاربه هما تيهضروا معانا في هذاك
راه شوف راه عرفوهم العرب وعرفوهم العالم كامل بانهم هما الاعداء الحقيقيين ديال المغرب، هما ولاد القاع الحقيقيين ديال العرب، فهمتيني؟ هذيك البنت انا كنحييها مزيان، كنحيي هذه البنت اللي كتهضر كتضرب واحد الحرقه بواحد القريحه على بنت وطنيه، هذه هي المغربيه الحره، فهمتيني؟ والله كنحييها من هنا من بلجيكا، كنحييها كنقول لها بنتي الله يرحمك الله يحفظك. كتضرب واحد القريحه بان يعني رافضه الجزائريين، رافضهم ماشي بحال شي شميت ما يدخلوش عندنا. وحنا دابا خصنا نبداو المساله مساله قرار ديال الدوله. انا كنتمنى من صاحب الجلاله، ما تنبغيوش نجبدوا صاحب الجلاله، ولكن كنعرفوا ان قرارات ديالو حكيمه، ولكن ما كاين حتى شي حكمه في ان العدو ديالك يختلط معاك، ما كايناش. راه تدير الزيت مع العافيه، ما يمكنش، راه خصك تفرق بيننا وبينهم، يفرقوا بيننا وبينهم السي، ما يدخلوش عندنا. واكبر ضربه نفسيه من غير اقتصادي، اكبر ضربه نفسيه للجزائري هو انك ما تهضرش معاه، ما تتعاملش معاه، ما تشوفش فيه التمور، ما تدخلش، ما يشريوش المغاربه، تبقى تلاح على ذوك الولد الحرام. اي ولد الحرام، اي ولد الحرام مغربي ديوت ولد الحرام خائن، كيجيب التمور الجزائري وتيبيعه وتيحطو وتيقول لك خاوه خاوه، لان حقوق انسان سمحات لي باش يديرها ولد الحرام، لان ما غاديش يهضروا معاه، حقوق انسان كيستغلوها ولد الحرام تيستغلوها. اي خسيس، اي خسيس. ولكن كنطلبوا من المغاربه التمور الجزائريه ما تشريوهاش، خصوصا عندهم سلعه واحده هي التمور، ما تشريوش التمور الجزائريه. هذا سميتو عليه، هذا حاجه رائعه. انا دخلت لواحد المكازا عند الجزائر وقلت لها صاحبي اش التمور الجزائري؟ قال لي راه تياخذوا الجزائريين تيجيو يتقداو عندي. قلت له انا كنت وجزائري كيسرق في الرفوف، كنعرفوا صفار، تنعرفوا شفار، كيسرق داخل لي سميتو عليه ما بين سميتو عليه هذيك اش يقول لهم سميتو عليهم هذيك لي غايو، تيسرق لي، تنعرفوا انا شفار بلا ورق، تنعرفوا انا شفار، لان درجه ان في اليوتيوب كانوا دايرين تصويرتو في واحد المكازا دخليها ودايرين تصوير داير شدته الكاميرا بانه شفار. المهم ما عليناش، كيسمع فيا وقلت له انا صاحبي كتبيع لك، انا والله كون كانت عندي هذاك المحل والله سيدي ما يدخلوا عندي الجزائريين، ما يدخلش لعندي، ما يدخلش. وكنطلب من المغاربه كامل، انا كون كنت انا كنهضر على شخصي وكنتمنى بان المغاربه يكونوا بحالي، في القهوه يجي عندي جزائري نعطي اوامر للسيرفور غير تسمع اللغه ديالتو، قول لي اهلا ولا تشرق، ها يقول لك لا انا جزائري، قول له اخويا ما تنسربيوش ما بقاتش الماكله، السلام عليكم صوتي بلا ما نطوع عليك، راه الحق ديري عليهم واحد الدرجه ما كتصورش، والحق ديري على ذوك اللي كيتسرهم. اما هذوك اللي كيقول لك واه دومير قال ما قال، انا مال دومير خدا شي حاجه، ها المغرب راه في الصحراء ديالو، والجزائر اللي داك الشيء كيهضر عليه دومير راه طالع معاه كومير وجبيضات. السلام عليكم. راه ما قال والو، راه داك الشيء كاع ما تصنطوا لي، ما عنده حتى علاقه هذاك الشيء، فرحانين به، طلعوه الامم المتحده باش يضبعوا بوصبعه يضحكوا عليه. لا اي نكتفي بهذا القدر، تعلمنا نديروا الاسلوب الصحفي، نكتفي بهذا القدر وتصبحون على خير. و راه لو كوشمار ليه، حنا عندنا غير الاحلام اللذيذه، تبقاو لنا جيسبر كو لو ماروك باغو تيغي لو دوسي ديال تصفيه الاستعمار، غادي يتحيد ان شاء الله. الى اللي خليهم يخسروا فلوسهم، خسروا ربعوا حوايجهم، راه الدوفيز ما عندهمش باش يشريو الماكله، ما عندهمش الدوفيز باش يشريو الدواء، الناس راه كتموت في الجنوب، والله ما عندهم الدوفيز باش يشريو لي سيروم، والله ما عندهم الدوفيز باش يشريو الفاكسان، والله ما عندهم الدوفيز باش يشريو الدواء، والله الناس راه كتموت كي الدبان في الجنوب، ما عندهمش، خلي الماكله، الناس راه كتموت، الدوفيز ما بقاش عندهم، راه كذب عليك، راه ما عندهمش الدوفيز، خلي يشري طوموبيل، ما بقاش كيجيبوا الطوموبيلات من شحال هذه، دابا ما بقالهمش الدوفيز ديال العدس واللوبيا والدواء، وهانتو تشوف الناس كيموتوا، كيطيحوا كي الدبان، وملهينهم بالمروك، المروك وفرحوهم دومير، توا الأمم المتحدة قال لهم باحثتوا أن سلطنة مملكة مراكش تعاقدت واعترفت أن السلطان، يا راه تنعس روح، ترى الجزائر كاع ما كانت كاينة ذاك الوقت، راه تنعس. ريجون دارجي كريات على فرنسا. والمهم كنشكركم دائما ودائما، ملك الختام ولا مسك الختام. Je poserai la question aux Algériens.
en tant qu'ils sont des individus. Car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont...